المختار، شغالة كوست كنترول حاليا، كوست كنترول مانجر. بقالي فترة في بيم أرابيا كمتطوع. بيم أرابيا نعتبر جروب كبير، بقالنا فترة بنركز على الأبحاث والنشر، متخصصين في البي اي ام وفي إدارة المشروعات. الحمد لله عندنا عدد كبير قوي من المتطوعين من أنحاء الوطن العربي، وبيبدأ معانا المتطوع أي حد عنده تالنت أو عنده نوليدج في أي حاجة بيتطوع معانا. والحمد لله يعني معانا ناس من أول الديزاين لحد السبيكرز، والناس اللي هي عندها محتوى بتقدمه بتشترك معانا بالمعرفة بتاعتها والنوليدج اللي عندها. والحمد لله بقالنا كام سنة في الماركت، عندنا ويب سايت وعندنا صفحات على السوشيال ميديا ومجلات. والحمد لله يعني في ظل الكورونا عملنا شغل كويس جدا ومكملين بإذن الله. أبدأ الكلام إن أنا هعرفكم النهاردة بالسبيكر اللي هيكون معانا، باشمهندس سامي عبد العزيز. باشمهندس سامي بكالوريوس في الهندسة المدنية وماجستير هندسة مدنية تكنولوجيا الخرسانة المتقدمة من جامعة ليدز بالمملكة المتحدة، وعضو المعهد الأمريكي للخرسانة برتبة مدير فني لجودة الخرسانة، وحاليا هو المدير العام لقطاع الخرسانة بشركة السعادة جروب. واشتغلت انا وباشمهندس سامي قبل كده مع بعض، وما شاء الله من اكفأ المهندسين في الخرسانة في الماركت بأمانة. يعني احنا بنعتبره كونسلتنت لشركات كتيرة جدا في حلول للخرسانة والإجهادات اللي موجودة حاليا في الماركت. انا هخليه برضو يقدم نفسه وهنبدأ معاه ان شاء الله دلوقتي. المحاضرة بتاعتنا هتكون عبارة عن الحلول المبتكرة أو الحلول اللي احنا شايفينها المفروض تكون موجودة حاليا بسبب ازدياد أسعار التكلفة اللي موجودة في السوق. فهنتكلم عن الحلول اللي هي الفعالة فعلا لتخفيض تكاليف البناء والتشييد في السوق العقاري، سواء بقى مع المقاول أو الاستشاري أو المطور العقاري. هخلي باشمهندس سامي بس اتفضل حضرتك عرفنا برضو بنفسك ميرسي وهنبدأ مع جدا، حضرتك. بشكرك جدا يا باشمهندسة على يعني التقديم الجميل ده. يعني والله يعني احنا محرجين جدا من كل الكلام الجميل ده. عايز اشكر بيم اريبيا طبعا ان هي يعني خدت المبادرة، خصوصا في الوطن العربي ما عندناش حاجات كتير في كل اللي موجود. المنصات اللي موجودة كلها او معظمها مدفوعة، والكورس الفلاني بكذا، ويعني بيلموا عدد من الطلبة وخلاص، وعايزين يعني الموضوع بالنسبة لهم ربحي. فيا ريت إن المبادرات اللي زي بيم أريبيا وفينيكس أكاديمي تنتشر أكتر، ويبقى فيه ويبينارز، ويبقى فيه أوبن ديسكشنز ما بين الناس الإكسبرتيز، يعني ونتبادل خبرات في مختلف المجالات، مش حتى مش بس في الهندسة. يعني يا ريت إن المبدأ ده يتطبق في كل المجالات. أنا جاهز، لو تحبي إن أنا أبدأ يا باشمهندسة أنا جاهز، ممكن نبدأ يعني. تمام اوكي، يعني شايفة ان العدد دلوقتي مناسب علشان برضو ما نطولش على الموجودين. احنا الاول يا جماعة هنعرض بس النقاط بتاعة الويبنار، بعد كده هنفتح الاسئلة. تمام، فاحنا دلوقتي هنقفل، يعني مش خلال الويبنار هيبقى صعب حد يسأل اي حاجة، فاتمنى ان اللي عنده اي سؤال يكتبه على جنب دلوقتي لحد اخر المحاضرة ان شاء الله، وهنسأل كل الاسئلة مع الباشمهندس. تفضل اوكي يا باشمهندس. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده عن الكوست اوبتمايزيشن، او ان انا ازاي اقدر اوفر في تكاليف البنى. طبعا بعد لما اسعار البنى واسعار الماتيريال زادت قوي الفتره اللي فاتت، فيعني هنتكلم في شويه حلول كده ومقترحات هنحاول نخليها عمليه على قد ما نقدر. مش الموضوع مش هيبقى اكاديمي، بحيث ان احنا يعني نستفيد بهذا الموضوع في المشاريع. طيب دلوقتي السوق في مصر بقى فيه طبعا أزمة عشان أسعار العملات، وخصوصا في المواد اللي ليها يعني مكون في استيراد، أو في الاستيراد داخل في أي
نقطة في البروسيس بتاعتها. والله وبرضو المواد المحلية كمان أصبح الموضوع يعني مكلف جدا. فإحنا النهاردة بنحاول كمطورين وكمهندسين واستشاريين إن إحنا نبدأ ندور على حلول لهذه المشكلة. طيب هنتكلم النهاردة في إيه؟ سريعا كده هنتكلم في 4 نقاط أساسية. أول حاجة هناخد كده فكرة عن الديزاين بالنسبة للأكواد العالمية، وهناخد فكرة برضو يعني الناس خارج مصر بيعملوا إيه. تاني حاجة هنتكلم على السيمنتيشس سبلمنتري ماتيريال أو المكونات الأسمنتية والبدائل اللي إحنا ممكن نستبدل الأسمنت أو نوفر في تكاليف الخرسانة المسلحة طبعا. بعد كده هنتكلم في بدائل الحديد التسليح وتواجدها ومدى الابليكيشن بتاعها وصل لحد فين ونقدر نستفيد بيها لحد فين دلوقتي. ورابع واهم نقطة هنتكلم في موضوع المخاطر اللي بتواجه المشاريع حاليا وازاي نقدر ان احنا نقلل هذه المخاطر. طيب اول حاجة بالنسبة للتصميم الـ طبقا للاكواد العالمية، في نقطة مهمة جدا ان احنا هنا ومش هنا وبس، يعني المشكلة دي وورلد وايد وموجودة في كل مكان، ان المواصفات هي بريسكريبتيف فيرسز بيرفورم. يعني هي المواصفات بريسكريبتيف، يعني جاية من بريسكريبشن، هي عاملة زي روشتة الدكتور، لو عندك كذا خد كذا، عندك كحة خد دواء كحة، عندك مش عارف ايه. واكيد من كل يعني معظم السادة المهندسين اللي اشتغلوا في اكتر من مشروع لاحظوا التشابه الشديد ما بين المواصفة بتاعت المشروع وبعضها. فاحنا النهاردة توجهنا ان احنا عايزين نخلي التوصيف بتاع المنشأ مبني على معدلات اداء اكتر منها، يعني توصيف ان هي تبقى روشتة جاهزة كده بتشتغل في كل حاجة وخلاص، عشان نحاول نقلل التكاليف على قد ما نقدر. طيب هنتكلم برضو على الفرق ما بين الديزاين بالنسبه للخرسانه الماتيريال طبعا، للديزاين بالنسبه للسترينث والديورابيلتي كرايتيريا، اللي هو ايه الفرق ما بين ان انا بصمم دلوقتي خرسانه عشان تشيل مقاومه ضغط معينه وان انا عايزها تعيش، فدي سكه ودي سكه. بعد كده هنتكلم في الاكسبوجر كونديشنز، وهي احد اهم النقط اللي بيتبني عليها الديورابيلتي، اللي هي العوامل التعرض المنشأ للعوامل الخارجيه، ممكن تكون عوامل جوية، ممكن تكون مواد كيماوية، ممكن تكون يعني منطقة جغرافية زي ما هنتكلم عنها. بعد كده هنتكلم برضو عن المواصفات والأكواد اللي بتحدد محتوى أدنى من الأسمنت، وبرضو إيه أهمية ده ومدى فعاليته ومدى تأثيره على التكلفة. بعد كده هنتكلم في أنواع الأسمنت اللي موجودة وانواع الاضافات الاسمنتيه او المكملات الاسمنتيه اللي متوفره برضو عندنا، وايه ارخص الحلول. ان احنا مش عايزين بس نقعد نقول في كلام وفي اختراعات وفي الاخر نيجي نلاقي ان الموضوع بقى مكلفنا اكتر فانا ما استفدتش حاجه، بالعكس احنا عايزين ان احنا دلوقتي توجهنا ان احنا نلاقي حلول فعلا تفرق معانا في تكلفه الانشاء. بعد كده برضو هنتكلم على نقطه مهمه، وهي الـ نسبة الميم سين. أنا بحاول يعني نبسط المصطلحات عشان في، أنا عارف إن في جزء من السادة المتابعين مش مهندسين وفي جزء مش مدني، فبرضه بنحاول إن احنا نقرب المسافات. طيب بعد كده نخش في النقطة اللي بعدها، إن احنا دلوقتي شايفين إن السبيكس دلوقتي والمواصفات في المشاريع أصبحت إن هي متوصفه اوريدي او بريسكرايب، يعني هي متوصفه من قبل كده، ونحس ان هي كلها شبه بعض وكلها قريبه قوي من بعض، وبنلاقي في احيانا كتير ان مطلوب متطلبات ونيجي على ارض الواقع ان هي انا مش محتاج ده كله، فانا ليه مضطر ان انا اعمل كده. هو طيب فعلا انا شفت، بس انا هقطع كلام حضرتك، ان في النقطة دي فعلا في ناس كتيرة مكاتب استشارية بيختصروا دلوقتي ان هم مثلا حضرتك النهارده شغال مثلا في تجمع في الزون ايه، في الزون ايه دي معمول لها جسات، فبيستعين بالحاجات اللي هو اصلا قبل كده يعني عملها، ما بيتعبش نفسه شوية ان هو يبحث ويدور ويبدأ حاجة جديدة جايز تكون مختلفة عن التانية، فبيستعين بالجسات والديزاين اللي بيبقى موجود. فعشان كده حضرتك بتقول ان هي كروشتة
لان فعلا هم بيستعينوا بالحاجات القديمه اللي موجوده عندهم، ما بيحاولوش ان هم يبتكروا او ان هم يشوفوا ديزاين جديد او يشوفوا هيمانج ازاي المشروع ده. بالظبط بالظبط، وده هو الهدف من اول نقطه اللي هي موضوع المواصفات، ان احنا بنلاقي ده كتير يعني. وانا بتهيألي ان معظم الناس اللي موجوده حاليا وبتسمعني، سواء باختلاف هم مهندسين او مطورين او في مكاتب استشاريه، بيعانوا من الموضوع ده. فبعد كده هنكمل ان احنا دلوقتي لما بنيجي نختار نوع الاسمنت طبقا لان انا عايز بس جهد من الاسمنت او مطلوب مني جهد. فمثلا انا عندي دلوقتي في رتب للاسمنت. رتبه الاسمنت بتتحدد على اساس مقاومه الضغط اللي احنا لما بنكسر المكعبات الاسمنت بعد 28 يوم، فهي دي بتبقى رتبه الاسمنت. فبالتالي هنتكلم برضو ايه الاستفاده من ان انا اغير رتبه الاسمنت في التوفير. يعني احنا بايه بنتكلم سريعا كده على ايه الفرق ما بين نوع اختيار نوع الاسمنت، ده مش الخرسانه، ده للاسمنت. وانا بختار نوع الاسمنت طبقا ان انا عندي سترينث كرايتيريا او ان انا عندي ديورابيليتي كرايتيريا. فانا دلوقتي لما بيطلب مني سترينث، فانا بناء على الاجهاد اللي انا اعرفه من الاسمنت ببدا ان انا بعمل حساباتي وبصمم الخرسانه بعد كده. طيب لو بقى دخلنا في الطريق الثاني اللي هو الديورابيليتي كرايتيريا، وان انا محتاج مثلا ان المنشا يعيش فتره معينه من الزمن، مثلا سي 50 سنه او 100 سنه او كده، فانا عندي في البريتش ستاندرد 8500 ان هو في اربع انواع اساسيه، اللي هي الاكس 0 والاكس سي والاكس اس والاكس دي. بالترتيب الاكس 0 لو ما عليهوش اي منشا، ما عليهوش اي يعني تاثيرات خارجيه، المبنى في مكان مغلق او في حته، يعني مش شرط المبنى كله، ممكن يكون عنصر حتى معين فما عليهوش اي عوامل خارجيه، او احنا مش خايفين عليه من حاجه، او ممكن يكون العزل اللي عليه بشكل او باخر يعني طبقه قويه، فبالتالي هو ايه مش محتاجين ان احنا نعمل له ليميتس او نحط له حدود في المحتويات وفي التصميم وبتاعه في الكلاس بتاع الخرسانه وكده. بعد كده نيجي لتاني نوع اللي هو لو انا خايف من الكربونيشن بتاع الخرسانه، وان ده بيأثر لي على ان هو بيصدي، بيخلي حديد التسليح يصدي، فعندي اربع درجات. نفس الكلام للكلوريدات، لو انا عندي كلوريدات، لا والله لو هي بسبب ميه البحر والمنشأ قريب من ميه البحر، فده ليه يعني ليه اكسبوجر كونديشن. طب لو هو لا، لو الكلوريدات موجوده بس يعني مش المؤثر عليها هو او مش المؤثر الاساسي بتاعها هو ميه البحر، ليها الاكسبوجر كونديشن بتاعتها. بعد كده بنيجي على الفريدنج والثاوينج سايكلز اللي هي دورات التجمد والذوبان، دي احنا في الشرق الاوسط ما بنخافش منها قوي لان احنا عندنا جو حر، يعني حتى في الشتاء المايه ما بتتجمدش، بس يعني برضو ان احنا لازم نحطها في الاعتبار. بعد كده بنيجي لاهم نقطه اللي هي الاجريسيف كيميكال انفايرمنت، اللي هي ان في كيماويات يعني ضاره هتاثر على العنصر ده او على الخرسانه دي، زي مثلا الكبريتات اللي هو اكتر حاجه احنا بنخاف منها في السبستراكشر وفي في الاساسات وفي الاجزاء اللي تحت الارض. طيب ايه اهميه ان انا ابقى عارف انا بوصف على انهي اكسبوجر كونديشن، ان انا زي ما احنا شايفين مثلا لو جينا للاكس اي 1 اللي هو هنا، طيب انا دلوقتي مش متحدد لي نوع اسمنت. طيب بنيجي في مشاريع هنا بنلاقي ان على طول اوتوماتيك التوصيف بتاع كل السبستراكشر اشتغل باس ار سي. طب ما هو انا مثلا انا ممكن ما اكونش عملت الجسات، وممكن ما اكونش حسبت التوتال سلفيتس، لان التوتال سلفيتس هي نتيجه ان انا بحسب الكبريتات اللي موجوده في المايه الجوفيه زائد عليها الكبريتات اللي موجوده في التربه. بعد كده لما بيتجمعوا مع بعض بجيب التوتال ده بيحدد لي انا في انهي درجه من درجات التعرض للكبريتات. فوارد جدا ان انا ما اكونش محتاج ده، وارد ان انا ما اكونش محتاج يعني نسبه اسمنت معينه. طبعا زي ما احنا شايفين احنا كل المينيموم اسمنت اصلا اعلى حاجه موجوده 340 مثلا، احنا هنا بنلاقي ان في مشاريع متوصفه 400 و500 اسمنت بلا داعي يعني. طيب بالنسبه للانواع الاسمنت اللي موجوده، فانا عندي 27 نوع، يعني في انواع اساسيه وفي سب كاتيجوريز اللي هو باختلاف النسب
عندي المكون الاساسي للاسمنت اللي هو كلينكر، اللي هو يعني لو احنا بنشتغل او بي سي، الاسمنت البورتلاندي العادي بيبقى حوالي 95%، والباقي بيبقى مكون ثانوي، ساعات بيبقى جبس او ومواد اخرى بتضاف في مصانع الاسمنت عشان تسهل عمليه الـ او تاخر عمليه الشك بتاعه وحاجات من كده. بعد كده عندي السلاج اللي هو خبز حديد الافران، موجود بيتاخد باي برودكت من مصانع الحديد. عندي السيليكا فيوم اللي هو برضو يعني له شعبيه جامده قوي في السوق المصري. عندي البوزولانا، في منها نوعين، نوع الناتشرال والكالسايند اللي هو حصل له عمليه كلسنه، في البي اف اي اللي هو البولفرايزد فلاي اش اللي هو باي برودكت برضو من مصانع الفحم او من المحطات اللي بتدور بالفحم. عندي الشيل اللي الطفلة، عندي اللايم ستون اللي هو الحجر الجيري واللي هو موجود بكميات مهولة في مصر. طبعا كل الانواع دي موجودة في الكود ومصرح استخدامها في الكود. السيم 3 السنة يعني بقاله حوالي 4 سنين شغال كويس قوي في السوق المصري، وبدأنا يعني نستخدمه في مشاريع كتير. بس برضو يعني لازم ان يكون، واحنا برضو ما نغلطش نفس الغلطه بتاعت الاو بي سي، واحنا بنوصف سيم 3 نكون احنا عارفين احنا بنوصفه ليه والنسب بتاعته قد ايه، يعني هل هو سيم 3 ايه مثلا ولا بي ولا سي، وبالتالي انا عايز منه ايه. لان كل نسب وليها استخدام يعني، وليها اجهاداتها في اعمار معينه. فانا ممكن مثلا ان انا اوصف سيم 3 ايه وانا مش مثلا مش محتاج نسبه الكلينكر دي، ان انا ممكن انزل كمان، ممكن انا ما اكونش محتاج الاستاك خالص، الاستاك دلوقتي بيتم استيراده وفي مشاكل، طيب خلاص نشيله ونبدله بحاجه تانية. وحاليا في يعني تعاون مع مصانع الاسمنت بحيث ان احنا بنبدا ندخل سبلمنتري ماتيريالز تانية في السوق. طيب ده جراف كده لسنه 2015 عن الاسمنت المستخدم في اوروبا. زي ما احنا شايفين مثلا السيم 1 هنا يعني بالكاد يمثل تلت التوتال. احنا في مصر طبعا عندنا الشارت ده هيختلف خالص، احنا ممكن نلاقي مثلا الاسمنت العادي واخد 90%، لا ده وده ال 2015، يعني النهارده في 2023 انا اعتقد ان هو قل عن الربع. في بدائل كتير بيستخدموا البورتلاند لايم ستون، بيضيفوا اللايم ستون مع الاسمنت وده بيمثل حوالي 60%. في السيم 3 طبعا في الكومبوزيت اللي هو كومبوزيت ممكن يبقى مركب في كذا حاجه، يعني دبل بلند وتريبل بلند وانواع كتير جدا. البوزولانا الاسمنت المخلوط السيم 5، وفي انواع اخرى زي ال سي 3 مثلا، وفي انواع لسه ما تكودتش وبرده الناس بيسعوا ان هم يكودوها. طيب سريعا كده، ايه السبلمنتري سيمنتيشس ماتيريال؟ هي مواد احنا ممكن نلاقيها في الطبيعه زي اللايم ستون والشيل والبوزولانا، وممكن مواد تكون باي برودكت زي الفلاي اش زي السلاج. المواد دي يعني على طبقا للكود الاوروبي الاي ان 206 هي بتنقسم لنوعين اساسيين، حاجه اسمها الرياكتيف بوزولانا او الهيدروليك ماتيريالز اللي هي اللي احنا عارفينها العاديه، اللي هي ليها تفاعل بوزولاني بيبقى ثانوي بعد لما الاسمنت بيحصل له هيدريشن بيطلع فري لايم اللي هو الكالسيوم اوكسايد. الكالسيوم اوكسايد ده بيبقى موجود بكثره في الخرسانه، بيقوم البوزولانا بتتفاعل او العناصر البوزولانيه بتتفاعل مع الكالسيوم اوكسايدز بحيث ان هي بتكون لي كالسيوم سيليكيت هيدريت اللي هو المركب النهائي للخرسانه من تاني. فبيفضل التفاعل مثلا لو الاسمنت العادي بيخلص بعد 28 يوم، هو مش بيخلص يعني، بس يعني تقريبا 95% منه بيخلص. لو احنا حاطين مواد بوزلانيه التفاعلات بتكمل لفترات اكتر، وبيبدا على الاعمار المتاخره بيبقى خواصه احسن بكتير من الاسمنت اللي ما فيهوش بوزولانيك ماتيريال، بيبدا ان نفاذيه الخرسانه يعني تقل، يبدا ان الاجهاد بتاعها بيعلى، بيبدا ان مقاومتها للكبريتات والالكالي رياكتيفيتي بتقل. فكلها بتبقى حاجات مهمه جدا جدا. وكمان ان احنا النهارده لو عندنا مشكله في الكلينكر، فانا ليه ما يعني ما اضربش عصفورين بحجر زي ما بيقولوا ونستخدم السبلمنتري ماتيريال بحيث ان هي توفر معانا وفي نفس الوقت تدينا نتائج احسن. طيب النوع ال
هقطع حضرتك، يعني حضرتك تقصد ان احنا النهارده في صناعة الاسمنت ذات نفسه ان احنا نحاول ندور على بدائل موجودة في الرو ماتيريال اللي موجودة عندنا في ايوه طبعا، ايوه طبعا، احنا عندنا كميات كبيره جدا من مخزون اللايمستون. يعني مصر من اكبر البلاد اللي فيها مخزون من اللايمستون، احنا ليه مش بنستخدمه؟ ممكن ان في اسمنتيات جديده ظهرت زي ال سي 3، ان احنا ممكن الكلي بنسخنه. يعني الكلينكر، احنا مشكلتنا في الكلينكر مش الكلينكر نفسه، احنا المواد المستخدمه في صناعه الكلينكر موجوده في مصر، اللي هي اللايمستون والكلي. المشكله في الحراره العاليه اللي احنا بنحتاجها، والافران. الافران النهارده معظمها بتدور بالفحم، الفحم بيتم استيراده من بلاد فيها مشاكل حاليا، مفيش عملة. الكلام ده كله بيؤدي إلى إن الصناعة يعني شوية شوية بتعاني بسبب الصناعة الكلام. ذات نفسها للمنتج تعتبر عالية، الكوست بتاعتها عالية، فده اللي بالظبط، بيأثر معانا في السعر بتاعها لما بتنزل في السوق المصري أو اللي بتوصل من لكل الناس اللي بيستخدموها، سواء بقى للشركات المقاولات أو الموردين أو المطور العقاري. فممكن احنا فعلا من التوصيات اللي احنا ممكن نقولها النهاردة زي ما حضرتك بتقول ان احنا ندور على استخدام الماتيريالز اللي هي المتوفرة في مصر ونستخدمها كبدائل للخامات أو الماتيريالز اللي احنا بنجيبها من بره مصر. مظبوط مظبوط. وهي هتوفر معانا. يعني اي نسبه كلينكر انا هخصمه من الاسمنت او من طن الاسمنت، انا ده مكسب لينا النهارده، ان انا مش قادر ان انا يبقى عندي حرق بالدرجه الكافيه، وان الكلينكر عندي فيه مشكله واصبح سعره غالي جدا. فان احنا ممكن نستخدم المواد البديله. المواد البديله زي ما انا لسه هتكلم، ان هي ممكن ان يبقى الاجهادات في الاعمار المبكره تبقى اقل، وده بسبب يعني ضيق المواصفات وعدم الفلكسبيليتي في التوصيف، ان احنا بنرفض بدون ما يعني ما نشوف الصوره الاكبر. ان انا عايز مثلا اكس في عمر 3 ايام، عايز اكس في عمر 7 ايام، بدون ما نخش في تفاصيل اكتر، بدون ما نعرف ان الاف سي يو اصلا بتاع الخرسانه او الاجهاد في التصميم كان الكاركترستيك سترينجث، يعني كان متوصف كام. وزي ما انا اتكلم في النقطه رقم 4 اكتر في المخاطر، بس القصدي ان لازم ان احنا نكون فليكسيبل اكتر من كده، لازم يعني نسمع الراي الاخر، ولازم ان احنا يكون عندنا فكر خارج الصندوق شويه، لان اصبح ان احنا الوحيدين اللي لسه مصرين على الاو بي سي لحد النهارده. طيب ده كان بالنسبه لموضوع الاسمنت. سريعا نخش بالنسبه للركام، واللي هو برضو اصبح سعره ان هو مش غالي، هو ان هو مش رخيص. هو صحيح هو ارخص جزء في الخرسانه، بس النهارده برضو مع زياده السولر، مع زياده مصاريف النقل، الاسعار، المعدات اللي بتنقل نفسها، الكاوتش، كل الكلام ده بقى بيأثر على التكلفة النهائية. طيب ايه اللي انا اقدر اعمله عشان اقلل في تكاليف الركام في الخرسانة؟ ان انا استخدم لوكال اجريجيتس، ان انا استخدم مواد محلية. مش معناها بس محلية ان هي مش مستوردة، احنا الحمد لله عندنا يعني كواريز كتير جدا ومختلفة للاجريجيت، وعندنا خامات كويسة جدا، بس الفكرة ان انا بدور على سورس يكون قريب من المشروع، وكل ما كان اقرب دي كانت حاجه يعني تحترم جدا. ولو انا مثلا المشروع متقدم معايا لشهاده زي الليد او كده، انا باخد اكسترا بوينتس، ان انا بشوف السورسنج مش بس في الاجريجيت، في اي حاجه، ان انا بحاول اقلل تكاليف النقل، ان انا بحاول استغل. يا سلام لو عندي ناتج حفر مثلا واعتمدته وطلع ان هو لا مانع من استخدامه، دي حاجة تضيف جدا، بالعكس مش تقلل للمقاول، ان هو الراجل بيحاول يعمل ريسايكلينج للمواد اللي عنده، بيحاول يقلل التكاليف. طبعا ان احنا عايزين نقلل تكاليف النقل، ان احنا عايزين نستخدم اكتر من مقاس واحد. ليه؟ او يعني هو الترند او النورم في مصر ان احنا عارفين ان احنا بنستخدم مقاسين، اللي هم سن واحد وسن اتنين. طب احنا ممكن نستخدم 3 مقاسات واربع مقاسات، ان احنا عايز اوصل لحاجه اسمها الماكسيموم باكينج دينستي، ان انا عايز اوصل ان الفراغات بتاعتي خلاص، ان انا بقفل المتر المكعب بتاعي على قد ما اقدر من الركام. ليه من الركام بالذات؟ يعني ليه مش اسمنت؟ عشان الركام هو اولا هو ارخص حاجه، ثانيا الركام ما بيحصلوش تغيرات حجميه، ما بيحصلوش يعني شرينكج. مثلا لو انا عندي المبنى او يعني العنصر اللي انا صبيته
معرض ان هو في درجات عاليه او كده ممكن يحصل فيه انكماش، والانكماش ده يعمل شروخ. في ظاهره برضو بتظهر في الطرق اللي هي الزحف، كل ما الركام زاد عندي في الخلطه بيقلل لي كل الكلام ده، وبيعمل لي ثبوت حجمي ان الفوليوم بيفضل ثابت بعد الشك، لان ده اللي بيعمل لي مشاكل، اللي هو التغيرات الحجميه ما بين البلاستيك ستيت اللي هي الخرسانه في حالتها اللي هي مش صلبه لحالتها البلاستيك، والحاله الصلبه. فالتغيرات دي بتعمل لي شروخ في الخرسانه. طيب في نقطه برضو احنا ممكن نتناقش فيها، انا سايبها هنا عشان يعني لو حد عايز يطرح فيها سؤال، وهي الار سي اي، وهي الريسايكلد كونكريت اجريجيت، وهي اعاده تدوير الخرسانه القديمه، وان احنا نستخدمها كسن او كاجريجيت يعني في الخرسانه الجديده. يعني انا شفت طرق خرسانيه بالكامل اتكسرت، وان لم يتم الاستغلال، ان كل اللي اتكسر ده لا ممكن جدا. بس هو هل النهارده هي ككوست وايز، هل هي يعني هتوفر معايا ولا مش هتوفر؟ ممكن نتكلم في جزء الكيو ان ايه في الاخر في الحته دي. طيب انا بس هقطع حضرتك، يعني من الجزء اللي احنا خدناه بتاع الاسمنت والرقام، ممكن نقول ان احنا عايزين من التوصيات بتاعت النهارده ان احنا نطور صناعه الاسمنت باستخدام المواد والبدائل المحليه المتواجده عندنا في مصر. تمام، ده من تمام التوصيات اللي ممكن نقولها على يعني الجزء اللي فات. طيب وكمان ان احنا في الركام وكده ان احنا نحاول نستخدم مقاس غير المقاسات المتعارف عليها اللي هي 1 و2، ممكن نستخدم مقاسات اكبر زي 3، بحيث ان احنا نطور شوية ونستخدم حاجة اقل تكلفة. واحنا عارفين طبعا زي ما حضرتك قلت ان الركام ايه اقل كوست في مكونات الخرسانة. يعني التالت نقطة، طب اتفضل. انا ما بفضلش قوي ان احنا نستخدم اكبر، لان انا بيبقى في معوقات يعني في ماكسيمم نومينال سايز عشان حديد التسليح، فممكن لكن احنا ممكن ان احنا نستخدم حاجات اقل وحاجات في النص ما بين يعني كل ما كان عندي. بس ان انا يعني الماكسيمم عندي 19 ونص مللي، ده مناسب جدا، بس ان انا بحاول اخلي فيه تدرج ما بين 19 ونص لحد لما بوصل للباودرز كمان بتاعه الاسمنت، او لو انا هستخدم مواد اسمنتيه ليها بلين سايز عالي او كده. فكل الجريدنج من اول السن 2 وانت نازل لازم ان هو يكون فيه تدرج زي ما هنشرح في السلايد دي. تمام. طيب وتالت حاجة، تالت نقطة حاجة اتكلمت فيها برضو من التوصيات اللي ممكن نقولها النهاردة، ان نعمل عمل ريسايكل للرخام من الخرسانة القديمة او من ناتج الحفر اللي احنا طلع لنا من المشروع، سواء احنا بنحفر وكده. تمام، تمام مظبوط. يعني فيعتبر كده. اتفضل. انا لو بحفر وطلع عندي مثلا تربه زلطيه او تربه رمليه، وعملت لها الجريدنج بتاعها وحللتها والكيميكال اناليسيز وشفت المواد الناعمه فيها وكله تمام، ليه لا؟ ليه ما استخدمهاش؟ طب والله هي فيها مثلا مشكله، بس المشكله دي نقدر ان احنا نعالجها، بس في الاخر الاوفر اول كوست مثلا هتقلل، طب ليه لا؟ يعني في الاخر انا عايز ان احنا نفكر هي بس النقطة ان احنا التكاليف ان احنا نعمل ريسايكل دي المفروض تدرس ويبقى فيها ابحاث، بس اللي احنا نقدر نعرف اللي احنا يعني ممكن اصلا عشان اعمل ريسايكل تكلفني اكتر ما انا اجيبها على طول. حضرتك بالظبط فاهمني؟ بالظبط بالظبط. فهي وده القصة ان احنا عايزين فعلا ندور على يعني ابحاث، او نشوف اكيد في اكيد في الماركت ناس درست الموضوع، نشوف هل هيكلفنا اقل من ان انا اجيبه، هل هيوفر لي وقت، هيوفر لي كوست، هيبقى ليه مميزات. لو مميزاته اكتر اكيد يبقى اسهل لي ان انا اعمل ريسايكل سواء للحفر او للخرسانة القديمة. تمام، خلينا نتكلم اكتر عن الريسايكل في السكشن النهائي، عشان لسه الموضوع فيه يعني ابحاث شغاله، ولسه الموضوع ما فيش حد متفق عليه. طيب نكمل ان البارتيكل ديستريبيوشن بهذا الشكل. انا عندي الاوبتيموم كيرف مثلا اللي هو الاحمر، انا بحاول ان اوصل لاقرب شكل اقدر عليه. فعندي مثلا اللون الاخضر ده بعد لما بجمع كل التدرجات اللي عندي بما فيها الاسمنت كمان، بحيث ان انا اقدر اقرب اكتر حاجه من الاوبتيموم كيرف، ان انا بحيث ان انا يبقى عندي المتر المكعب فيه كل الاحجام وكل التدرجات، ويكون بالتالي هو مليان اكتر حاجه، يكون فيه اقل نسب من الفراغات، فبتكون كثافته اعلى. كثافته اعلى دي بيديني اجهادات اعلى بالطبيعه، ده بالميكانيكا يعني بالفيزياء، طبيعي ان هو لو هو ما فيهوش فراغات هواء هيبقى اقوى، المايكرو ستراكشر بتاعه اقوى.
وكمان ان هو بيديني يعني عدم يعني بيقلل لي النفاذيه بتاعت الخرسانه بشكل احسن. كل ده انا اقدر استغله لما بعمل كده، ان بيديني سماحيه، ان بلاقي الاجهادات عليت معايا. طب ما انا ممكن اوفر في الاسمنت وفي حاجات يعني اكثر تكلفه من الركام. طيب نفس الكلام بالنسبه للاضافات. الاضافات ان انا استخدامها النهارده انا بتهيالي ان هو يعني اصبح مش اوبشنال، ان النهارده انا لازم بستخدم الاضافات عشان اعلي التشغيليه، باخر الشك خصوصا في الجو الحر بتاعنا وفي الصيف، ان انا بحتاج ان الخرسانه بتمشي مشاوير طويله ولازم ان هي تفضل في حالتها او يفضل السلامب بتاعها عالي. ان ساعات ان انا بحاول بعمل العكس، ان انا عايز مثلا عندي بري كاست او عندي كامر او عندي حاجات بري ستريسد وعايز افكها بسرعه، فبرضو الاضافات هنا بتلعب دور مهم جدا. بتلعب دور كمان ان انا لما بستخدم اضافات انا بيبقى عندي التشغيليه عاليه. طب تشغيليه عاليه معناها ايه؟ ان انا ممكن اقدر انزل بالميه. ان انا بنزل بالميه بيقلل لي طبعا حجم الميه اللي بتشغل جوه الخرسانه وجوه المتر المكعب، بالتالي بيديني مايكرو ستراكشر احسن وبيديني شكل يعني ميكروسكوبي افضل. كمان في الاتش بي سي اللي هو الهاي بيرفورمانس كونكريت، في الخرسانات اللي ليها مواصفات خاصه زي اجهادات عاليه مثلا فوق ال 60 وال 70 ميجا باسكال، زي الخرسانات السيلف كومباكت والخرسانات ذاتيه الدمج، لو انا عندي تسليح مثلا شديد او كده، كل ده انا يعني حاجه شبه مستحيله النهارده ان انا اقدر احققها من غير التكنولوجي بتاعت الاضافات. طيب بالنسبه للجزء اللي فات، ايه اللي احنا ممكن نستفيد بيه وايه اللي احنا ممكن نعمله عشان نقدر فعلا يعني نخرج بنقط مهمه نقدر نطبقها؟ ان النهارده احنا لازم السبيسيفاير اللي هو الشخص المسؤول عن التوصيف، الديزاينر، لازم ان هو يركز اكتر على البرفورمانس، مش على ان بس المواصفه تكون زي روشته زي ما قلنا زي بريسكريبتيف، ان هي تكون مكتوبه قبل كده او موجوده قبل كده في مشاريع، فانا مجرد ما بطلعها وبستخدمها حتى لتشابه المشاريع. لا لا لا، انا لازم ان كل مشروع يتعرف انا البيربز بتاعه بالظبط ويتوصف الحاجات للمشروع بعينه، مش حاجات تبقى جنرال. ممكن ان في نقط تبقى جنرال مفيش مشكله، بس في نقط ان احنا بنلاقي دايما ان التوصيف اوفر ديزايند قوي عن اللي احنا فعليا محتاجينه. تاني نقطه اتكلمنا فيها هي البدائل الاسمنتيه اللي موجوده وان احنا ممكن نستفيد منها بايه. في نقطه ما اتكلمناش فيها اللي هي بتاعت رتب الاسمنت، ان انا النهارده ممكن ان انا اعلى بالرتب، والكلام ده ممكن برضو نطبقه في الحديد، ان انا اعلى بالرتبه بتاعت الحديد او الاسمنت وبقلل الكميه. يعني انا ممكن ان انا مثلا لما بستخدم اسمنت 42 ونص وبستخدم مثلا 400 كيلو في المتر، لا انا ممكن استخدم 350 كيلو او 380 كيلو واستخدم 52 ونص. ولازم الموضوع يتعمل له فاليو انجينيرنج، ولازم ان احنا نحسب تكلفه الطن من هنا والطن من هنا. طب انا لو نزلت فعلا كاوفر اول للمتر المكعب هيوفر لي ولا هيزود لي، وان احنا نقدر نوصل للاوبتيمم، ان احنا نقدر نوصل للتوفير الامثل. طبعا في اهداف تانية بيئيه، ان انا لما بقلل الكلينكر ان انا بقلل انبعاثات الامبوديد كربون دايكسايد. النقطه اللي اتكلمنا فيها كمان ان انا لازم ان انا اركز على ان انا استغل المواد اللي جنب الشغل، جنب المشروع، اللي قريبه من المشروع على قد ما اقدر، ان انا بحاول استخدم الاضافات اللي فيها تكنولوجيا عاليه اللي هي بتوفر لي، مش مجرد ان بس عشان انا معتمد براند بعينه او حاجه بعينها فدي انا مجبر عليها. لا، انا عايز منها بيرفورمانس، مش عايز بس ان احنا نكون يعني مجرد ان احنا بس ايه عندنا متطلبات بنوفيها وخلاص. واخر حاجه هي الاوبتمايزيشن بتاع الميكس ديزاين، ان انا تصميم الخلطه الخرسانيه بمجرد تغييرات بسيطه في الكميات، ان انا بقدر اوصل للباكينج دينستي او اعلى كثافه. لما بوصل لها بتديني اوتوماتيك تشغيليه احسن وبتديني مقاومه انضغاط احسن. بعد كده اقدر ان انا لو معايا نتائج كفايه ان انا ابدا اقلل في المحتويات وفي الاضافات وفي الحاجات اللي هي اكثر تكلفه من الركاب. طيب ده كان بروجكت كده كنا شغالين عليه، كان لتقليل نسبه الانبعاثات من ثاني اكسيد الكربون للمتر الواحد. فزي ما احنا عارفين شايفين كده بيفور ريدكشن، كان المتر بيطلع حوالي 480 كيلو من الكربون، احنا قدرنا نوصلها لحوالي 200 او 200 وحاجه بسيطه، وممكن ان احنا كمان نقلل.
طبعا احنا شايفين اهو ان في الترانسبورتيشن عليه ويت في المعادله. اللي حصل ان احنا غيرنا طبيعه الاسمنت، او ان احنا قللنا الاسمنت وحطينا سبلمنتري ماتيريال اللي هو الفلاي اش، اللي هو برضو احنا يعني بيلعب دورين، ان احنا بنقلل لان هو باي برودكت وبيجي من مصانع المحطات اللي بتدور بالفحم، فاحنا بنعيد تدويره وبنستخدمه في حاجه تانية. وهو ده المفروض السيركلر ايكونومي، يعني ان احنا ما بنحاول ما نرميش حاجه على قد ما نقدر، بحيث ان احنا نحافظ على البيئه ونحافظ على المواد الخام كمان. طيب نيجي للنقطه اللي بعد كده اللي هي حديد التسليح وايه البدائل اللي عندي. فانا دلوقتي الـ يعني طبقا للبريتش ستاندرد انا عندي انواع محدده، منها التراديشنال اللي هو الاسياخ اللي مش مضلعه، والاسياخ المضلعه اللي هي بتستخدم في الحديد اللي احنا عارفينها زي الصوره دي كده، اللي هي التراديشنال العاديه خالص اللي ما فيهاش اي حاجه اللي كلنا متعودين عليها. تاني نقطه طبعا البري ستريسد، الكابلات والاستراندات، الاستراند اللي بيتجمع ساعات اكتر من واير وبيتلف حوالين بعض ممكن سبعه، وبيتعمل بيه الاستراندات بتاعه الكباري والكلام ده كله. بعد كده عندي نقطه اللي هي الفابريك رينفورسمنت، اللي هو الشبك الجاهز، بيبقى متصنع جاهز طبقا لمواصفات محدده وطبقا لحامات معموله محدده وجوينتس معينه. الفابريك رينفورسمنت او الرينفورسمنت مش ليه استخدامات كتير قوي في الجراوند سبورت سلابز، لو انا عندي جراجات، عندي مصانع ادويه، مصانع حتى اي مصنع، اي مخزن، جراج، باركينج، ملعب، كل الكلام ده ممكن استخدم فيه الفابريك انفورسمنت. بيستخدم في السند كمان لو انا بسند جوانب بخرسانه، وممكن نستخدمه كمان في الحوايط الخرسانيه، لان هو عباره عن شبك من الحديد جاهز ومتصنع قبل كده، وده بيوفر لي كتير مش في الخامه، لان هو اوريدي نفس الخامه وهيبقى ليه نفس سعر الحديد، بس هو بيوفر لي وقت كتير اللي هو برضه بيترجم لفلوس، وبيوفر لي مصنعيات وتنايات والكلام ده كله ونقل وتركيب، وفي الاخر الاوفر اول اعتقد ان هو بيبقى يعني بيقدم قيمه. بعد يعني كده ممكن نقول ان هو ممكن يستخدم في سلاب اون جريد، لو انا في شغالة سلاب اون جريد تمام، ممكن يبقى اسهل لي ان انا اشتغل الفابريك، صح؟ ايوه مظبوط مظبوط. ايوه بالظبط، طيب، وبرضو اللاندسكيب لو انا هعمل زي خرسانة هليكوبتر حوالين المبنى او كده، برضو اظن ان الفابريك هيبقى اسهل لي في طبعا الاماكن طبعا اللي زي طبعا. هو بس لو في اللاند سكيب بيبقى ساعات في قطاعات يعني مثلا مش مربعه او مستطيله قوي، فدي بيبقى صعوبه الفابريك مش هنا، ان احنا بنبقى عايزين شكل يعني هندسي مقفول بحيث ان هو يجي يركب على طول. فساعات المثلثات والدوائر ونص دوائر وكده بتبقى صعبه شويه في الفابريك. بس زي ما هنتكلم بعد كده في الفايبرز اللي هي اكثر عمليه كمان من المش. فانا عندي ثلاث انواع اساسيه من الفايبرز، انا عارف ان في انواع ثانيه، بس انا عندي اول حاجه الستيل فايبر، وهو عباره عن الياف من الحديد، وفي منها متجلفن وفي منها عادي، وبيبقى في منها مضلع وفي منها على شكل هوك، وفي منها اشكال كتير قوي ممكن اي حد يشوفها على جوجل يعني. طيب الفايبرز ايه لازمتها وايه استخداماتها؟ ان انا ممكن في الـ في الـ في الـ في الجراوند سبورت سلاب زي ما انت قلت يا باشمهندسه، السلاب جريدز مثلا، انا ممكن استخدم الفايبر بالكامل، مش محتاج ان انا احط شبك حديد ولا اسياخ طبعا. عفوا. فلما بستخدم الفايبرز بتشتغل على حاجه اسمها البوست داكتيليتي كراك، اللي هو الـ 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 الشرخ لم او الكسر لما بيحصل وانا ما عنديش سياخ حديد، الشرخ بيحصل بيبقى تام، وبيحصل عندي ان بيبقى المنطقتين بينفصلوا تماما عن بعض، فهو بيعمل لي حاجه اسمها لود ترانسفير، ان هو بيفضل ماسك الجزئين ببعض، فالشرخ ما بيبقاش شرخ، بيبقى بقى ممكن نقول عليه الكسر ما بيبقاش كسر، ممكن نقول عليه ان هو بيصبح شرخ. الشرخ بنقدر نعالجه وبس، بيفضل الفانكشن بتاعت البلاطه شغاله، ان انا ممكن لو انا عندي عربيه لا في لود ترانسفير، ان انا بقدر ان الاحمال بتتوزع لسه والبلاطه بتفضل شغاله معايا كعنصر انشائي. طيب بعد كده نيجي للبي بي فايبر اللي هو البولي بروبالين، وده بيبقى الجرعات بتاعته ثابته، البي بي بيبقى 900 جرام على المتر المكعب،
وبرضه ليه استخدامات كتيره، بس للاسف احنا ما نقدرش نستخدمه بالكامل كبديل للحديد للتسليح. ليه؟ لان هو برضه هو مجرد هو ملوش التنسايل سترينث الكافيه. تاني حاجه ان احيانا كتير بيبقى درجه انصهاره قليله، وده نبعد عنه. واللي درجه انصهاره قليله ممكن ان احنا نستخدمه في المحاره اكتر، لان لما بينصهر مع حراره الهيدريشن بتاعت الاسمنت بيسيب لي فراغات في المحاره، ودي شيء كويس بيديني عزل افضل. لكن البي بي اللي درجات انصهاره عاليه، اللي هو يعني بيبقى اكتر بولي اولفين بيز، بيديني مقاومه احسن للشروخ، وبيقلل لي حاجات زي البلاستيك شرينكج والبلاستيك سيتلمنت والحاجات دي كلها، وبيديني يعني اوفر اول خرسانه احسن. بس طبعا لازم ان احنا نستخدمه كمكمل، ما بنستخدموش لوحده. المايكرو سينثيتيك فايبرز اللي هو الاستراكشر فايبر بيتقال عليه في السوق، وموجود في مصر بقاله كذا سنه، وده يعني زي الحديد الستيل فايبرز بالظبط. الفرق ان هو اخف كتير قوي، ان هو كثافته قريبه من كثافه الميه، فدي بتديني مميزات كتيره، ان هو الكميه القليله منه بتوزن بتعمل حجم كبير قوي، يعني ممكن مثلا ال 3 كيلو منه بيعملوا قد 30 كيلو من الحديد. بيبقى ليه مقاومه شد ممكن تكون اقوى من الحديد كمان في احيانا كتير. يعني الكثافه بتاعته ان هي قريبه من الميه بتخليه يحصل له سسبنشن، ان هو بيتعلق في الخرسانه زي الصوره دي اللي على اليمين، ان هو بيملى الخرسانه من فوق لتحت، فبيعمل لي ربط ما بين زي ما قلنا ما بين الجهتين اللي ممكن يحصل فيهم الكسر. مش ممكن يعني عيب الحديد شويه ان هو بيصدي، وان هو ساعات ممكن بيطلع على الوش اثناء الهليكوبتر، ممكن هو يركض تحت. فدي ميزه بتميز المايكرو تنسيتك فايبر، وهي تكنولوجي برضو يعني الى حد ما جديده، بقالها بس ممكن كذا سنه في السوق. طيب نيجي للنقطه رقم 4، وهي تقليل المخاطر، او ان انا عايز اعرف الاول ايه هي المخاطر اللي بتواجهني في في في, في يعني في المشروع، وان عايز اعرفها، وعايز اعرف ايه الفرق ما بين وجهات النظر بالمخاطر. انا ممكن المخاطر اللي بتقابلني كمصنع مثلا للخرسانه، غير المخاطر اللي المقاول شايفها من وجهه نظره، غير المخاطر اللي المطور العقاري شايفها من وجهه نظره، غير الاستشاري. بيبقى كل واحد ليه وجهه نظر، وكل واحد ليه دور، ودوره ده بيحكمه في اتخاذ قرارات معينه. طيب في حاجه برضو هنعرفها اسمها السترينث اوفر ديزاين، وهي الفرق ما بين اللي انا عايزه او الاجهاد اللي انا مصمم عليه، واللي انا بلاقيه في الواقع اللي هو الاكشوال والديزاين، والفرق ما بينه ده يعني كل ما زاد هل هو ده حاجه وحشه ولا حاجه حلوه. طيب بعد كده هنتكلم على الكواليتي كنترول والاختبارات، وازاي هي ممكن تاثر معايا في السعر بتاع البند والسعر المنشأ ككل. وبعد كده هنتكلم في موضوع المعالجه، هو موضوع مهم جدا جدا جدا، وللاسف احنا هنا في مصر ما بنهتمش بيه بالشكل الكافي. وبعد كده هنتكلم على بعض الاساليب الاحصائيه اللي احنا ممكن نستخدمها لتقليل الفروقات دي. طيب احنا هنتكلم ببساطه ان انا دلوقتي لما باجي اشتري خرسانه، ففي طرفين في الموضوع، في محطة الخرسانة أو مصنع الخرسانة، وفي اللي بيستقبل الخرسانة اللي هو الاستشاري مثلا أو المقاول أو كده. فمحطة الخرسانة لما بيطلب منها مثلا جهد معين، محطة الخرسانة خايفة على سمعتها، وخايفة إن أنا لا ما أجيبش الإجهاد، فأقوم يقوم مثلا المهندس اللي عمل تصميم الخلطة، لو حتى الخلطة جاية بريسكريبتيف برضو، جاية برضو من الاستشاري مبعوتة للمشروع، أو لو المحطة نفسها هي اللي بتصمم الخلطة، بيبقى في بعض الخوف من المسؤولية أو المحاسبة، فبيبدأ إن أنا لا أنا مش عايز كده، فأنا هزود حتة من عندي كمان عشان أأمن نفسي وما أسألش على الخطأ ده. فطبعا ده بيترجم لفلوس. من الجهة الأخرى إن الاستشاري النهاردة مطلوب منه مثلا خرسانة فيها 1 2 3، طيب لا انا ممكن اطلب زياده شويه، او اطلب طلب اكسترا شويه، ان انا مثلا والله انا عايز الاجهاد ده يوصل الخرسانه توصل مثلا في عمر 3 ايام او في عمر 7 ايام، في حين ان حتى المواصفات اللي احنا بنشتكي منها ممكن ما يكونش فيها الكلام ده مكتوب، بس بيتم الضغط على المقاول وعلى الـ على الـ على المحطه بطلبات زياده. الطلبات دي كلها في الاخر بتترجم لتسعير بيتبعت، لان انا لما هاجي اعلي الجريد بتاع الخرسانه عشان
مضطر ان انا اعلي الجريد عشان اجيب الاجهادات دي في اعمار مبكره. طب ما الكلام ده كله بيترجم في فلوس في الاخر، الفلوس دي في الاخر اللي هيتحملها هو المطور ومن بعده المستهلك النهائي للمشروع. طيب انا عندي في حاجه اسمها الكاركترستيك سترينث اللي هي الاف سي يو، وعندي حاجه اسمها الديزاين سترينث اللي هي اف سي ام. طيب الاف سي ام اللي هي اللي هنا اف ام دي بتمثل ايه؟ بتمثل الخرسانه اللي موجوده في اللي حسب التصميم الانشائي مضاف عليها ثابت وفي الستاندرد ديفيجن. ايه هو الستاندرد ديفيجن؟ هي نسب الانحرافات المعياريه ما بين النتائج بتاعه المقاومات الانضغاط بتاعه الخرسانه. كل ما الـ بقى عندي هيستوري اكبر لنتائج اكتر، بقدر ان انا اعرف مشكلتي فين وابدا اقلل الديفيجن ده. فانا عندي هنا في حاجه اسمها نورمال ديستريبيوشن كيرف، لو في حد موجود من الاخوه اللي بيدرسوا الاحصاء. فانا النهارده لما باجي عايز اقلل الخطا لنسبه 5%، لان انا لو وصلته لصفر هدفع كتير قوي يعني، او حتى 1% هيبقى الفرق كبير قوي. فاحنا بنتكلم ان الاكسبتابل في الاكواد هو 5% ديفكتس، ان هي تطلع خارج الحدود بتاعتي. فبضطر ان انا اضرب الستاندرد ديفيجن ده في 1.64. لما بضربه بيعمل لي حوالي مثلا، يعني مثلا في المتوسط مثلا لو انا شغال على 30 ميجا باسكال اللي هو 300 مثلا كيلو جرام فورس على سنتيمتر مكعب، لما باجي ازود عليها الهوامش دي المارجنز دي بيوصل مثلا 37 او 38 اللي هو بيمثل حوالي 20% زياده، يعني 20% سعر زياده. طيب انا اقدر اقلل الحاجات دي ازاي؟ هنعرف دلوقتي. طيب ببساطة الفوائد والتكاليف اللي ممكن يعني تنجم عن موضوع الانحرافات ده ايه؟ ان هو بيقول لي ان the higher the margin the less the risk، يعني انا كل ما عليت الهامش بتاعي انا مش هخاطر ان في حاجة تسقط، ولان فعلا احنا كلنا عارفين ان لو في حاجة سقطت ده بيمثل مشكلة كبيرة جدا، فمحدش عايز يحط نفسه في الموقف بتاع ان ممكن ان الخرسانة تترفض او سقف يتكسر لا قدر الله او الكلام ده كله. طيب ازاي اقدر اقيس الفاريشنز دي؟ فانا عندي فيه طرق كتيره، منها الطريقتين مشهورين في الاحصاء اللي على الشمال ده حاجه اسمها التشيورت تشارت، واللي على اليمين هو موديفايد تشيورت. الفرق بين الاثنين حاجه اسمها الافريج اوت جوينج كواليتي ليميت، وهو بيحدد لي زي كده ديتم للي انا عايز اوصل له والنتائج الفعليه. اللي بالازرق ده الافريج، والابيض ده الستاندرد ديفيجن. طبعا احنا شايفين كل ما الستاندرد ديفيجن بيتحرك معايا بيأثر لي على الافريج، يعني هو بيمشي معايا، لما بيعلى بيعلى ولما بيقل بيقل معايا. الفرق ما بين الازرق والاورنج ده هو ده الهامش بتاعي. الهامش بتاعي ده انا لو نزلته وقدرت ان انا اوصل لحاجه قريبه قوي على قد ما اقدر من الافريج او جوينج كواليتي ليميت، اقدر ان انا اوفر كتير جدا. طيب ازاي نقدر نقلل المخاطر دي؟ اول حاجه بالكواليتي كنترول، ودي حاجه مهمه جدا، بان انا يبقى عندي بروجرام معين للاختبارات، والاهم من ان انا يبقى عندي ان هو يبقى بيتطبق وان هو الناس تكون ملتزمه بيه، وان يكون عندي كواليتي مانجمنت سيستم بيجبر كل الاطراف على اتباع أنظمة الجودة والرولز بتاعت الجودة في المشروع، من اختبارات للفريش كونكريت، من اختبارات للمواد الخام اللي بتجيلي، لكل الكلام ده، ولازم ان هو يكون متسجل كمان. طيب تاني حاجة اللي هو المعايرات والصيانات، ان انا لازم ابقى افضل محافظ على المعايرات والصيانات. لو حضراتكم متخيلين ان ممكن مثلا يكون بس خطأ او في ايرور في ميزان او في مكنة التكسير، ممكن يعمل لي ايه؟ ممكن يسبب لي قرايات غلط، يخلي عنصر كامل او صبه كامله يحصل فيها مثلا رفض، او وده بيبقى خساره للطرفين وخساره في الوقت وخساره في البروجريس وفي التايم سكيدجول بتاع المشروع. بعد كده في حاجه اسمها الايدنتيتي تيستنج، ان انا ممكن بقدر ان انا بخلي لو في طرفين في الموضوع اللي هو طبيعه المشاريع، يعني لو في طرف اللي هو المصنع بتاع الخرسانه والمستقبل بتاع الخرسانه اللي هو الاستشاري، ان هو كل واحد بيختبر بمعرفته وبيتم معالجه العينات دي بمعرفتهم كمان، وبنبدا نطابق النتائج دي ببعض، وابدا اعرف انا فعلا لو الديفيجن ماشي مع بعضه
يبقى الدنيا تمام. لكن لو كل واحد ماشي في اتجاه، يبقى انا عندي مشكله، ويكون في معمل فيهم في مشكله. طيب طبعا الرقابه البروفيشنال، الرقابه اللي هي بشكل محترف، او البيرسونال عموما، الناس ان هي تكون عندها الوعي الكافي لحل المشاكل على طول واداره الازمات على طول، ويكون فعلا مقدر الاهتمام باتباع انظمه الجوده مهم قد ايه، وطبعا الريبورتنج بتاع تسجيل اي مشكله بسرعه، وان انا اقدر اكتشف المشكله دي وسرعه اكتشافها وعلاجها، ده طبعا بيأثر معايا كتير جدا. عندي نوعين من الفاريشن بيحصل، عندي حاجه اسمها الناتشرال وحاجه اسمها سبيشال فاريشنز. ان انا عندي في تغيرات بتحصل بسبب عوامل طبيعيه احنا ملناش يد فيها، مثلا بسبب حتى انا لو ما غيرتش سورس الركام مثلا، ساعات بيجي باتشات مختلفه، ساعات مصانع الاسمنت نفسها بتطلع باتشات مختلفه، فكل دي بتندرج تحت الناتشرال فاريشن. دي بقى عالجها ازاي؟ ان انا ببقى عامل رقابه وببقى عامل ريبورتنج كويس جدا، بقدر ان انا على طول لقيت بسرعه ان النتائج بتاعتي بتقع، فببدا ازود في المحتويات. العكس صحيح، عندي سبيشال فاريشنز، وهي دي اللي نقدر نسيطر عليها ونقدر نوصلها للصفر بفني مش مدرب، التدريب الامثل، بموازين بتلخبط، بمكان ممكن يكون فيه ايرور، ممكن يكون قديم، ممكن يكون مش متعاير، كل الكلام ده. وعشان كده في جهات بتدي منحة للشهادات للمنشأة كلها، بتسهل للطرفين اتباع الأنظمة الأمثل للجودة ولمعايير الجودة، وبتحاول تقلل المخاطر دي. طيب بعد كده نيجي بقى للناحية التانية، هي ناحية المشروع، ان انا عندي أهمية المعالجة اللي احنا برضو مش بنديها حقها كفاية للأسف، يعني ان هي ممكن الكيورينج بس، بيقول لحضرتك ان الكيورينج بس ممكن ان هو يفرق لي 7 ميجا باسكال في الخرسانات المتوسطة يعني، و7 ميجا باسكال دي في ظل الأزمة اللي احنا فيها من مواد خام وكده، هل انا عندي الرفاهية ان انا اضحي بيها ومش محتاجها يعني؟ لا طبعا. وفي الاخر هو التكلفه بتاعت الكيورنج تكاد تكون لا تذكر يعني، بالنسبه لتكلفه النهارده طن اسمنت او خلافه، ان انا ممكن ان انا اضحي بالكيورنج ده عشان بس ان احنا مش ملتزمين بالكيورنج. حتى الكيورنج كومباوندز برضو هي ما هياش غاليه النهارده ان انا اوفر فيها يعني. طيب في واحد اسمه كارتيك اوبلا، هو بيقول بس ان الستاندرد ديفيجن لما بقلله، او ان انا بيمثل لي تقليل في 1 كيلو من الاسمنت، ممكن يترجم الواحد كيلو ده لبوينت 15 ميجا باسكال. فطبعا ان انا لما باجي اقلل الستاندرد ديفيجن ب 8.6، ممكن ان انا اوصله ل 2.4 بتقليل بس الانحرافات، اللي هو بيمثل حوالي 43% من الستاندرد ديفيجن. يعني انا لو كنت مثلا بصرف 50 جنيه زياده، فانا تقريبا بقلل نص ال 50 جنيه دي، اللي هي حوالي 25 جنيه، اللي هي لا تزال برضو احنا اولى بيه. طيب في النهايه احنا بنقول ان احنا عايزين نقلل المخاطر وفي نفس الوقت نزود الربحيه. نعمل كده ازاي؟ هو نفس الراجل بيقول ان احنا لما بنتبع معايير الجودة السليمة، وان احنا نعمل الحاجة صح من اول مرة، وده مبدأ مهم جدا في الايزو 9001، do it right first time. فالراجل بيقول ان بس ان انا اعمل ريموفال، او ان انا اكسر منشأ بيخسرني 10 اضعاف الحاجة ان هي تتعمل صح من اول مرة. الخسارة ممكن ما تبقاش بس حتى تكاليف مباشرة اللي هي تمن يعني التكسير والحديد والخرسانة، لا، اللي بيبقى سمعة بتضيع، بيبقى وقت للمشروع بيضيع، بيبقى بعد كده ان بيتحط رقابة اعلى وبيتحط معايير اعلى كمان على المشروع وعلى المصنع بتاع الخرسانة، ان لا احنا لازم بقى نعلى يعني، احنا بدل ما كنا عمالين عايزين نقلل، احنا دلوقتي هنحط معايير اعلى عشان نضمن ان اللي حصل ده ما يكررش تاني. زي ما قلنا في جهات منحه زي ال NRMCA اللي هي National Ready Mix Concrete Association للمحطات، ان برضو بنستفيد منها بايه؟ بالرقابه دي وبالسيستم بتاع الجوده، ان انا ممكن النهارده بقلل استهلاكات الوقود من مثلا تشيلرات، ان انا قياس درجات الحراره والريبورتنج لو انا عامله ممكن ان انا
ما بقاش استخدم التشيلرات اللي هي المبردات بالشكل اللي انا اللي هو فعلا بنصرف فيه، وبالنسبه للثلج وخلافه، وبالنسبه للجو البرد كمان العكس صحيح، لما باجي اوفر في استخدام السخانات والكلام ده كله. طيب دي المراجع اللي احنا يعني اتكلمنا فيها، وبس كده احنا خلصنا ونخش في الأسئلة. شكرا باشمهندس سامي على المحاضرة القيمة، فعلا الموضوع مثمر جدا، ويعني من المواضيع اللي هي المهمة جدا حاليا في السوق المصري، وفعلا استفدنا من النقاط اللي حضرتك اتكلمت فيها. إن شاء الله هنفتح الأسئلة، بس أنا هبدأ بس أسأل حضرتك كذا سؤال. تمام، هو كده عامل شير ولا خلاص قفل؟ لا خلاص قفل إن شاء تمام، الله. طيب حضرتك، أنا بس هسأل الأسئلة اللي حضرتك اتكلمنا النهاردة عن إن الجسات، تمام، معظم المكاتب الاستشارية بتقوم بعمل جسات، بتقوم بعمل تقارير التربة من تقارير قديمة، تمام. إحنا عارفين إن تقارير التربة بنركز على نوع الأساسات، منسوب التأسيس، منسوب المياه الجوفية، جهد التربة، نوع الأسمنت المستخدم، طريقة سند جوانب الحفر. انا كنت بس عايز اعرف، انا النهارده كمطور عقاري، تمام، او كمقاول علشان اقدر اقلل من تمام او كمقاول علشان اقدر اقلل من الكوست بتاعتي، ازاي اقدر اركز في الجسات، وازاي اعرف في الحاجات اللي بتاثر عليا في التصميم بتاع المشروع كتكلفة. طيب احنا بنتكلم الجسات هي ليها يعني هدفين رئيسيين. الهدف الاول ان احنا عايزين نعرف البيرنج كاباسيتي بتاع التربه، احنا التربه دي هتشيل ولا لا. فاحنا لما بنعمل جسات بنوفر كتير قوي، ان احنا ممكن يعني ساعات بلاقي ان في مشاريع لا ده انا بشيل الطبقات وبعمل احلال للطبقات بدون ما ابقى عارف اصلا السبب يعني هو، وبتلاقي ان التربه الطبيعيه كانت في حاله دمك وكانت في حاله استقرار جميله وجايبه بروكتور حلو جدا وجايبه بيرنج كاباسيتي حلو جدا، ما كانش في داعي للكلام ده. الحاجه الثانيه اللي هي النقطه اللي احنا اتكلمنا فيها اللي هي نقطه الاملاح والكبريتات والحاجات دي. لما باجي احلل التربه لازم عشان احسب مثلا حاجه زي الكبريتات بجمع نتيجة التحاليل بتاعة التربة أو السلفيتس بتاعة التربة مع السلفيتس اللي كانت موجودة في المياه الجوفية، عشان الأملاح عموما بتحتاج وسط إن هي تنتقل، فلما المياه بتعدي في التربة بتسحب معاها الأملاح دي وبتأثر على الخرسانة بالسلب، فلازم إن أنا بحسب الحاجات دي كلها. فأنا لو مش معايا الجسات أو مش معايا تقارير التربة من محتويات كبريتات وكلوريدات، مش هقدر ان انا اوصف صح للاسف نوع الاسمنت والمينيمم سيمنت كونتنت زي ما قلنا، ونسبه الووتر سيمنت ريشيو اللي هي نسبه ميم سين، كل الكلام ده في الاخر لو الحاجات دي ما اتعملتش بيبقى في خوف دايما من المجهول، والحاجه اللي انا ما اعرفهاش ببقى خايف منها، فبيبقى بنقوم رايحين مزودين المواصفات او معليين المواصفات عشان اخلي نفسي في الامان. فلا انت حط لي ما تحطليش 340 زي ما قلنا مثلا اعلى حاجه اصلا في الاكسبوجر كونديشن 340 اسمنت، لا حط لي 400، حط لي 500، اديني انواع معينه بعينها من الاسمنت اللي هي برضو تكون ممكن تكون ان هي غاليه في الوقت الحالي. بس اتمنى يكون ده اجابه سؤالك يعني. يعني احنا ممكن نستعين برضو بمكاتب خارجية، كان اعمل تشيك اب على تقرير التربة اللي بيجي لي حاليا من الاستشاري علشان اكون متأكد قبل ما ابدأ ان انا فعلا تقرير التربة اللي جاي لي فعلا اكوردنج للتربة بتاعتي اللي موجودة في المشروع، علشان ما تأثرش معايا كتكلفة. هتكلف حاجة بسيطة، بس هكون مطمن ان انا فعلا ده الاستشاري او المكتب الاستشاري اللي جاي يعمل لي الديزاين فعلا مديني تقرير تربة كويس، طبعا تمام. تكلفة الاختبارات لا تذكر بالنسبة للتكلفة اللي انا هصرفها ما في. فيهاش مشكلة ان انا اعمل تشيك اب، ان انا اجيب مكتب تاني يعمل لي الجسات من اول وجديد. انا كمستثمر او انا كمطور عقاري هطمن على الديزاين اللي جاي لي بعد كده. مظبوط مظبوط. طيب السؤال التاني اللي كنت عايز اساله لحضرتك، حضرتك عارف ان الاكواد والمواصفات في مصر بتأثر على يعني بقوة على التكلفة في المشروعات، غير طبعا يعني الكود المصري فيه شوية عقبات غير طبعا الكود الأمريكي. فكنت عايزة حضرتك تكلمني عن الأكواد والمواصفات في مصر،
بتأثر قد إيه على التكلفة في المشروعات عندنا؟ هو المشكله مش في الاكواد بس، المشكله كمان في المواصفات المشروع نفسه، ان مواصفات المشروع بتجب عن الكود زي ما احنا عارفين، فمواصفات المشروع بتبقى فيها حاجات كمان اكستريم اكتر عن الاكواد. طبعا الاكواد المفروض ان يبقى فيه يعني لجان الكود تكون برضو يعني يتم على طول مراجعه الكلام ده ومطابقته باللي بيحصل بره، ويكون الموضوع فيه ابديت على طول اول باول. لكن انا النهارده لما باجي اتكلم على يعني مواصفات مشروع او اكواد، في النهايه الموضوع يعني ايه، بيبقى مبني على تقارير. لو انا التقارير عندي دي فيها جزء مفقود بيتم التوصيف، انا بصراحه ما اعرفش التوصيف بيتم على ايه في الاخر. يعني حتى التوصيف، يعني انا شفت مشاريع فيها محتويات حتى مش موجوده في الكود المصري. تمام. تمام يا شعبان، السؤال برضه اللي كنت عايزة أسأله لحضرتك النهاردة، النقطة اللي احنا اتكلمنا فيها اللي هي تطوير الركام سواء زلط أو سم، من الخرسانة القديمة أو من الأسفلت القديم أو من ناتج الحفر. أنا بس كنت عايزة حضرتك تفهمني، لو أنا عايزة أبدأ الموضوع ده النهاردة أنا كمقاول أو كمطور عقاري، إزاي أبدأ؟ طيب احنا اتكلمنا نقطة ان احنا نستخدم ناتج الحفر، دي نقطة 100% مهمة جدا، ولو اي حد يعني عنده مشروع وبيحفر فيه ولقى ان ناتج الحفر ده يصلح ويسعى ان هو يخليه يصلح كمان طبعا بالاختبارات وبالكلام ده كله، ولو في حاجة مش يعني في مثلا حاجة خارج الحدود، لا احنا ممكن نعرف هل ليها علاج ولا لا، وان احنا نحاول نسعى بقدر الامكان ان احنا نخليها تصلح. ده 100% جائز، وده 100% هيوفر. طبعا ان انا استخدم الاسفلت، لا الاسفلت مش هيستخدم لان هو بيبقى فيه مواد بتونيه ومش هينفع ان هي يدخل في تصنيع الخرسانه. بالنسبه للخرسانه القديمه او المنشات اللي حصل لها ديمولش، وان احنا عايزين نعيد تشغيل الركام ده او نستخدم الار سي اي، مشكلة الـ RCA النهاردة إن أنا أعتقد إن إحنا يعني مش جاهزين ليه شوية، لأن الـ RCA بيمر بمراحل فلتريشن كتير. إن أنا يعني هو الأول الـ الخرسانة اللي حصل لها ديمولش دي لازم بتعدي على جو كراشرز بتتكسر، وبيتم فصل أي حاجة فيها سلفيتس زي مثلا جيبسون بورد والكلام ده كله لازم تتفصل. بعد كده لازم إن أنا بقسمها كمان، يعني بدرجها على مناخل عشان نقدر ان احنا نستخدمها زيها زي الركام. المشكله في الار سي اي ان هو بيبقى على سطح اللي هنقول بقى الركام الجديد اللي هو مصنوع من خرسانه قديمه، بيبقى عليه بواقي بودره نتيجه لعدم الهيدريشن التام اللي كان موجود في المنشآت. البودره دي انا قدامي حاجه من اتنين، ان انا اقعد اغسل الركام ده كله، واللي هو هيبقى موضوع محتاج برضو يعني محتاج مصاريف عالية، او ان انا هشتغل بيه على طول. مشكلته لما بشتغل بيه على طول ان هو في فاريشنز كتير قوي، زي ما اتكلمنا في حتة الناتشرال والسبيشال فاريشنز، الار سي اي في فاريشن كتير قوي كمان، ان انا هبقى مش عارف مش موصف. يعني مثلا انا كسرت عمود ولا كسرت كاميرا ولا كسرت بلاطه، وكل واحد فيهم كان ليه اجهاد قبل كده، فالركام بتاع ده اللي طالع من ده غير ده غير ده، لازم الموضوع يبقى يتعمل له سورتنج اقوى، لان اكيد في باي شكل من الاشكال ان الاجهادات المختلفه للخرسانه اللي كانت موجوده وكسرناها هتاثر على قوه الركام ده. الباودر اللي هي الادير ده على السطح بتكلفني كتير جدا، ان انا يا اما هغسلها يا اما هتقلل لي التشغيليه، عشان ازود التشغيليه هرجع ازود ميه، عشان ازود ميه واحافظ على الاسترنس بتاع الخرسانه هزود اسمنت، فهبقى انا كده بلف في حلقات مفرغه. وعشان كده النهارده لسه الموضوع مش عارفين هل هو فعلا في النهايه هل هو يعني مفيد ولا لا، وفي يعني اتجاهات اخرى اللي هو بيستخدموه في الردم وخلاص وبنريح دماغنا من الكلام ده كله. بس في يعني كل كيس لازم تدرس بدقه، لان في بلاد مش عندنا هنا في مصر يعني، بس في بلاد بتعاني جدا من قله وجود الركام وبتصرف كتير جدا في شحن الركام ده احيانا من بلاد تانية. فلما بيبقى موجود في مدن كبيره
كميات كبيره من الطرق الاسفلتيه مثلا، الطرق الخرسانيه عفوا، والمنشات اللي هي بيحصل لها ديمولش، وده موجود بشكل كبير في المدن الكبيره. فبالتالي بقى عندهم كميه كبيره من الاجريجيت، مش من الار سي اي، مش عارفين يعملوا بيها ايه. فممكن في الحاله دي يكون توفير، لكن احنا عندنا انا اعتقد ان هو لسه شويه على الجزئيه دي. تمام يا باشمهندس، احنا دلوقتي اما الأسئلة بتاعتي خلصت ممكن نفتح الأسئلة للحاضرين، فلو نبدأ كده اللي عنده سؤال ممكن بس اوكي مسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو، أنا فتحت المفروض يا مسلم، باشمهندس محمود مسلم. ألو، ألو، حضرتك سامعني كده؟ حضرتك سامعني؟ أيوه يا باشمهندس. سامعني باشمهندس. الفكره كلها انا بكل اختصار ازاي طيب استخدم المواد المتاحه في البناء، زي مثلا فكره حسن فتحي كده، ان هو الموضوع حتى بقى بيبني بالطين. وكان برضو المهندس عبد الواحد الوكيل كان طلع في لقاء في الجزيره المباشر، ان هو بيقول ان هو يعني عمل حاجه، دمج حاجه بال يعني بولين مش فاكر كان اسمه ايه، بالطوب، فعلى الاسترنس بتاعه، فبقى يعني بيبني بيه حاجات كويسه، يعني عمل بيه مساجد وعمل بيه فيلل وبتاع، والموضوع بيئيا كويس جدا. فايه هي المراجع اللي انا لو يعني اطلعت عليها يكون عندي نفس الفكر ده، او بشكل ما انا انترست جدا في فكره استغلال اللي هو ايه، هات من تحتيك وهات من الارض اللي انت فيها وابني. حضرتك لو اكيد عندك اطلاع بفكر حسن فتحي، بس فكر حسن فتحي له ابعاد تانية ثقافيه او مجتمعيه، بس احنا اللي يهمنا دلوقتي هي فكره الكوست، وان هو يعني قلل 10% التكلفه يعني، تمام. انا وبيئيا. بصراحه اتفضل اتفضل. بس هو الفكره كده، ان هو من كل الجوانب احسن يعني. وليه اصلا بنبني بقصه اللود باري او هتلر او يعني ده برضو كلها افكار برضو ايه، قد تكون جانبيه شويه، ولكن هي صلب يعني اساس المشكله يعني. طيب انا بصراحه لا، مش اوير قوي بالطريقه دي، بس هو في ابحاث كتير قوي عن استخدام البوليمرز، واعتقد ده اللي حضرتك قصده، مع الكلي، وان هو بيتعرض لحراره، ان هو بيعمل لي طوب اقوى من الطوب العادي. فهو اعتقد، انا ما اعرفش الابحاث دي، بس اعتقد ان هتلاقيها لو بحثت عن بوليمرز مع كلي، هتلاقي فيه ابحاث كتير جدا في استخدام البوليمرز، المواد البوليمريه، في تقويه الطوب، وهو بيتم البناء بالطوب ده. بس ده هيكون ابلكيشنز ليميتد جدا، يعني مثلا ممكن في بيت صغير او حاجه، لان هو باي شكل من الاشكال مش هنقدر ان احنا نوصل للاجهادات اللي بتوصل لها الخرسانه المسلحه. بس طبعا هو ده هيعمل لنا ممكن يعني كوست ريدكشن كبير جدا من ناحيه من الفلوس، ومن الناحيه البيئيه كمان، ان هو يبقى ان احنا بنجيب فعلا من مواد متاحه بالنسبه لنا، ده شيء جميل جدا يعني. تمام. تمام، شكرا جدا لحضرتك. معلش ممكن تقول لي بس البوليمير بلس كلي، يعني هي ابحاث. طب لو في مثلا حضرتك تنصح بويب سايت معين، هبعت لحضرتك، ابعت لي على الخاص، هبعت لحضرتك كم مكتبة كده هتعمل سيرش فيه. جزاك الله كل خير. نعم تمام، ممكن. شكرا يا باشمهندس سامي، شكرا باشمهندس محمود مسلم. لو في حد يا جماعة حابب يسأل باشمهندس سامي، باشمهندس عبد الله رجب. اوكي اتفضل يا باشمهندس عبد الله. مهندس عبد الله رجب، مش عارف. السلام عليكم يا باشمهندس تاني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا باشمهندس، كنت عايز اسال حضرتك سؤال في بالنسبه للانشاءات والكلام ده، مش بتأثرش عندنا في مصر كتير، بس انا اصحابي في الاردن بيقولوا لي يعني هي اكتر حاجه شائعه عندهم نظام الهولو بلوك. انا شايف ايوه يعني بيقولوا نظام الهولو بلوك هيوفر في الحديد اكتر وخلطات الخرسانيه، بس هي ما بنستخدمهاش في مصر كتير.
والله ده سؤال ممكن تسأله للديزاينرز الإنشائيين. الهولو بلوك طبعا هيقلل في النسب، عشان هو بدل ما بتسلح السقف كامل هتسلح الريبز بس. بس في الآخر يعني كل مصمم إنشائي وليه مدرسته. في ناس بتفضل الفلات سلابز، في ناس بتفضل الهولو بلوكس، في ناس بتدمج الاتنين مع بعض، في ناس بتحب تعمل رينج بيمز. يعني السيستم الإنشائي ده يرجع للمصمم. فانا يعني ده سؤال تساله للمصممين الاستراكشر اناليسيس، مش يعني انا ما عنديش اجابه ليه بصراحه. تمام يا باشمهندس، ممكن الحبيب يسأل؟ هناخد باشمهندس محمود أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش أنا كنت قافل المايك بس أنا آسف. لا ولا فرصة سعيد طبعا بيكم جميعا والمهندس سامي والمهندس ابتهال وكل الحضور الكريم. أنا بس كان ليا بعد إذنك باشمهندس سامي، لو في إمكانية، لو في مثلا شيتس موجودة عشان نشير بيها النولج القيمة اللي موجودة في المحاضرة دي، شيتس زي إكسل مثلا، شيتس إكسل أو أي في شيتس حضرتك شغال عليها ممكن نستفيد بيها في المقارنات وعمل دراسات الجدوى والكوست، فروق التكلفه ما بين حاجه وحاجه. يعني بعد اذنك يعني لو في حاجه زي دي متاحه يبقى ممتاز جدا نعمل لها شير على جروب التليجرام او الواتساب او كده يعني. تمام، دي حاجه جميله جدا. خلاص حاضر، ماشي، شكرا ممكن جزيلا. ممكن يا باشمهندس سامي حضرتك، يعني حضرتك ممكن تساعدنا ان احنا لو في شيت وحضرتك تبقى تبعته على الجروب على الواتساب؟ تمام. شكرا يا باشمهندس محمد وباشمهندس سامي. في باشمهندس شينار كان رافع ايده. باشمهندس شينار، حضرتك معانا؟ ممكن بس تشغل المايك، ممكن تكون بتتكلم بس مش مشغل السلام المايك. عليكم. انا اسف ما كنت مشغل المايك، سامعيني؟ السلام ورحمه الله وبركاته. الله يعطيكم العافيه، معكم مهندس عمر ابو شنار من الاردن. انا بس حبيت اجاوب على سؤال زميلنا اللي حكى عن الهول بلوك. انا كنت مدير قسم دراسات انشائيه في شركه، وظيفتنا الرئيسيه كانت فقط ان نخفض الكلف على المشاريع الانشائيه في الانظمه الانشائيه. احنا كنا نمسك المشروع ونعمله ديزاين بالفلات سلاب، بالسرد سلاب، بالهولو بلوك، وكان في عندنا برضه كمان نظام قالب بلاستيكيه مفرغه للعقدات، نظام البوستنشن، وفي النهايه نصل لاقل تكلفه ممكنه للمشروع. كانت في غالبا يعني كان اوفر نظام بيكون يا اما هو نمبر 1 السرد سلاب، ونمبر 2 بيكون نظام الفلات سلاب. اذا رحنا على سبانات كبيره بيكون البوستنشن برضه كمان هو خيار امثل. بس الموضوع برجع يعني انه اذا كان في تنسيق وتعاون بين المهندس المعماري بحيث انه يخدمنا بسبانات اقل، بحور اقل، والمهندس الانشائي يستخدم نظام الانشاء المناسب، ممكن ننزل بتوفير في بعض المشاريع ل 20 او 30% من التكلفه. مظبوط. هو هتظل الحته الجزئيه بتاعت المعماري هي العقبه معانا، ان مش دايما الاقتراحات الانشائيه اللي احنا هنقولها المعماري بيوافق بيها. ساعات بيبقى التصميم العام كله معتمد على اسبانات كبيره مثلا، زي مثلا مول او حاجه، فاحيانا احنا بنبقى مضطرين ان احنا نلتزم بالاستراكشر سيستم اللي موجود. طبعا كلام طبعا 100%. طبعا احنا كلنا مضطرين، بس احيانا مثلا بعض المشاريع، مثلا مشاريع اسكانيه في مكان احنا بيهمنا كثير الكوست، او مثلا مشاريع، مثلا احنا في عندنا شيء في الارض اسمه سكن كريم لعيش كريم، عباره عن مشاريع حكوميه بتعملها الحكومه للناس الفقراء. هاي المشاريع ممكن نتخلى عن بعض الاشياء المعماريه، نصغر الغرف شوي، نضيف مثلا عمود في الصاله مثلا، في بعض الاشياء، بحيث ان نقدر نروح مثلا لسرد سلاب 12 سنتي، وبالتالي احنا ممكن نقلل كثير من الكلف. يعني احنا فعلا يعني اخذنا مشاريع كنا نعطي كميات قبل وبعد، فكنا ننزل مرات ل 20% من التكلفه فقط في تغيير نظام الانشائي، تصميم بطريقه صحيحه.
يعني نتمنى طبعا يبقى في تعاون من اخواتنا المعماريين طبعا في الحاجات دي، ده شيء طبعا هيبقى سهل ومتاح في المشاريع اللي هي زي ما حضرتك بتقول. عندنا برضو احنا عندنا مشاريع نفس الفكرة. عندنا مشروعات اللي هي الإسكان الاجتماعي نفس بالظبط الموضوع. بالظبط، زي المشروعات اللي يعني اعتقد ان المشروعات دي ممكن جدا، النقطة اللي حضرتك بتتكلم فيها دي ممكن جدا ان هي تتنفذ بسهولة. وفي المشروعات دلوقتي حاليا يا باشمهندس برضه شنار عندنا في اللي هي المولات وبتحتاج سبان كبير، دلوقتي الناس بتلجأ للبوست تنشن علشان تقدر على قد ما بتقدر توفر السبان زي ما الديزاينر عايز، ويقسمها داخليا ليونت صغيرة في المولات في المباني الإدارية. وفعلا عندنا في مصر حاليا معظم الشركات بدأت تلجأ للبوست تنشن. طبعا البوستنشن يعني بيوفر لنا سبانات، يعني اذا كانت سبان اكثر من 12 متر بيكون البوستنشن نظام اقتصادي ورائع جدا، بعطيني سمكات قليله وبعطيني سبانات كبيره، بيوفر علي وزن كبير في على الاعمده وعلى القواعد برضو كمان. احنا ان شاء الله في بيت اريبيا هيبقى عندنا حلقه كامله عن البوستنشن، لانه من العوامل دلوقتي المؤثره ومن التكنولوجيا اللي موجوده حاليا في الوطن العربي كله، فيبقى في حلقه كامله عن يعني هي بتبقى من متخصص شركه متخصصه في البوستنشن، والديزاينر هيبقى معانا ان شاء الله. فان شاء الله اتمنى ان حضرتك تكون معانا الفتره الجايه، لان لسه في مجموعه حلقات حلول مبتكره عشان تقلل الكوست بتاعت المشروعات، فان شاء الله هنبقى في حلقه كامله عن البوستنشن باذن الله. اخويا تعاون، انا جاهز برضو كمان، الحمد لله عندي خبره كبيره في هذا المجال. تنورنا تنورنا، الله يعطيكم العافيه، شكرا شكرا كتير. شكرا لحضرتك، شكرا باشمهندس سامي. هنشوف اللي حابب يسأل. عندي باشمهندس سيد، عندي طيب حضرتك معانا؟ هو بس ممكن يكون حضرتك عامل ميوت للمايك. السلام عليكم، كده الصوت واضح؟ اتفضل يا باشمهندس. ازيك يا هندسه سامي، اخبار حضرتك؟ الحمد لله، ازيك يا باشمهندس؟ الحمد لله رب العالمين. اولا ما شاء الله محاضره موفقه واستفدنا منها كتير. كنت حابب اسال حضرتك، حضرتك اتكلمت عن ان لما انا بظبط نسب الركام في الخلطه بتزيد كثافه الخرسانه وبيزيد الجهاد، وده شيء لا يمكن انكاره، وحضرتك قلت ان احنا ممكن بدايه نوفر في الاسمنت، لكن بخصوص انا بتكلم بخصوص محطات الخرسانه وليس المشاريع، لان انا في صناعه الخرسانه انا ببقى محكوم بمواصفه حكماني بمحتوى اسمنت ووتر سيمنت ريشيو، فانا حتى لو قدرت اعمل ده فانا غصب عني مش هقدر اوفر ده، لان الاستشاري بيرفضها كمواصفه مشروع وكشغل، لان انا بالنسبه له سبلاير ومش مين كونتراكتور. انت كنت موجود معانا من اول حلقه؟ موجود من اول الحلقه يا هندسه. ما هو هي دي النقطه اللي فيها الخلاف كله، ان النهارده ان المواصفات لازم تكون فليكسبل اكتر من كده، ان احنا مشكلتنا مع المواصفات ان هي بتبقى بريسكرايبد كلها موجوده، بيبقى فيها يعني عدم مرونه، بيبقى فيها جمود شويه، بحيث ان احنا اي حاجه زي اللي حضرتك بتقدر بتقدمها بيتم رفضها بحجه ان لا انا عندي نسب اسمنت انا محكوم بيها، عندي نسب ووتر سيمنت ريشيو انا محكوم فيها، فبتخلينا نتكتف في موضوع الكوست ريدكشن. بس طبعا انت الابروتش بتاعك هو صح 100%، وممكن بعد كده كمان لو دورنا في الاجهادات المطلوبه في المشاريع ما بنبقاش محتاجين كل الكلام ده، وهي دي النقطه، هي دي نقطه الخلاف مع مواصفات المشاريع. تمام، حضرتك معانا؟ تمام يا هندسه. الحاجه الثانيه برضو حضرتك لما اتكلمت في ان انا لو انا استخدمت رتب اسمنت، يعني انا مثلا لما بستخدم 42 ونص وجيت استخدمت 52 ونص، بالتبعيه الايجادات هتزيد، بس برضو مش مسموح لي ان انا انزل بالمحتوى مهما كان الوضع ايه. نفس المشكله ان المواصفات فيها جمود، واحنا ما بنبقاش فاهمين ان انت حاطط لي مينيمم مثلا 400 او 450 اسمنت بناء على ايه؟
هل حضرتك عايز بيرميابيليتي معينه او سترينث معين؟ فاحنا الموضوع بالنسبه لنا بيبقى غير مفهوم بالمره. يعني احنا طالما انا محقق الاجهاد ومحقق المتطلبات وده هدف الحلقه كلها، ان احنا عايزين الموضوع يبقى فيه مرونه. يعني انا النهارده طالما انا محقق النتائج ويبقى الموضوع مبني على نتائج، يعني او على 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 معدلات او على على بيرفورمانس، يعني على اداء، يبقى مبني على اداء اكتر منه يبقى ان هو متوصف كده وخلاص، لان انا خايف ان انا او ان انا يعني عايز امن المنشأ بتاعي فاضرب في العالي واعمل اوفر ديزايند تمام. انا مع حضرتك. لا تمام، هو مهندس سامي بصراحه شافها وسطه. يعني اسفين احنا اعطانا حضرتك مركز في الاجابه، لو حضرتك عايز تكمل مع المهندس سامي اتفضل. لا كفى ووفى مهندس سامي ما شاء الله. شكرا لحضرتك. لا إيه، هنشوف حد تاني حابب يستفسر او يسال باشمهندس سامي. السلام عليكم، انا حابب اسال سؤال كده لباشمهندس سامي. اتفضل. ازيك يا باشمهندس سامي، اخبار حضرتك ايه؟ اهلا وسهلا، ازيك يا باشمهندس، ايه الاخبار؟ الله يخليك، الحمد لله بخير. انا حابب اشكرك جدا جدا على المحاضره القيمه دي. أوكي. وفعلا استفدت منها بمعلومات كثيره جدا يعني، وكتبت وراك نقاط كتير يعني، فربنا يجزيك كل خير على الكلام ده. ثانيا كان عندي نقطه بخصوص الخريطه اللي حضرتك عرضتها بخصوص الاسمنت وكده، انواع الاسمنت. احنا زي ما حضرتك ذكرت، احنا ليه عندنا هنا مثلا في مصر الحجر الجيري متوفر جدا، وحتى الان ليه ما فيش يعني استخدام للموضوع ده في صناعه الاسمنت؟ او هل في حاليا اي توجه يعني بالنسبه للمصنعين في الاتجاه ده ولا لا، اللي هو خصوص الاسمنت المضاف اليه الحجر الجيري؟ شكرا. هو الحقيقه في حجر جيري وفي مواد اخرى مصانع الاسمنت، واحنا متواصلين معاهم بشكل مستمر شغالين عليها، وتظل نفس النقطه هي المعوقات بتاعه الاكواد ولجان الاكواد ومواصفات المشاريع هي اللي موقفه القصه دي. ونتمنى ان يكون في حد موجود هنا من لجان الكود او من الساده القائمين على الكود وعلى المواصفات، ان هو يقدر ان هو يوصل الصوت ده، لان انا متاكد عارف ان دي شكوى عامه عند كل الناس اللي شغاله في المجال. بس ما فيش يعني، لو سؤالك ان هو ايه ما فيش حاجه تمنع، يعني للاسف ما فيش حاجه تمنع. طيب كاستخدامه في الاسمنت في الخرسانات بقى المسلحه والكلام ده، هل يفرق في الاجهاد او الكلام ده عن الاسمنت العادي ولا هيفرق؟ ولا جدا طبعا هيفرق جدا في البيهيفير. وعايز اقول لك ان اللايم ستون تحديدا عليه كلام كتير قوي، لدرجه في موقع ممكن برضه هشاره مع حضراتكم اسمه اندرستاندينج سيمنت. الراجل اللي قائم على الـ على الـ على البحث، للاسف مش فاكر اسمه، عمل ابحاث مطوله قوي عن موضوع اللايمستون، لان لحد النهارده اللايمستون احنا مش قادرين نحدد هل هو فعلا انرت زي ما اتكلمنا، هل هو فعلا مجرد فيلر ولا هو ليه تفاعل. والراجل اثبت بالميكروسكوبك ليفل يعني على شكل التفاعلات تحت المجهر، ان هو لا فعلا في ادله بتقول ان هو ليه خواص شبيهه بالبوزولانيك ماتيريال، وليه يعني لدرجه معينه هو بيتفاعل. البيهيفير بتاع الخرسانه هيتغير، طبعا هيتغير، درجه الحراره هتقل بتاعه الهايدريشن نتيجه تفاعل الميه مع الاسمنت هتقل جدا. اللايم ستون هيشتغل كفيلر حلو جدا، هيبدا يقفل لي المسامات، بس هيحصل عندي مشاكل في شراهه اللايم ستون للميه، خصوصا لما يطحن هيستهلك ميه معايا اكتر، ممكن ان هو يعني نحتاج كميه اكبر من الميه، هنرجع نلف في نفس الدايره، وهنا يجي دور الاضافات ودور الاوبتمايزيشن بتاع الميكس، ان احنا نحاول نتلافى المشاكل دي. لكن في النهايه لا، اللايم ستون اثبت نفسه يعني كسبلمنتري ماتيريال، والا ما كانوش حطوه في الاكواد. تمام جدا يا باشمهندس، متشكر جدا لحضرتك وعلى وقتك. العفو. شكرا يا باشمهندس سامي وباشمهندس محمود. لو في اي حد من الحاضرين حابب يسال باشمهندس سامي.
مساء الخير. سنور. اتفضل. مساء الخير يا باشمهندس. مساء الخير يا باشمهندس ابتهال. ازيك يا باشمهندس؟ انا اتفضل. مهندسة نانسي نافع، وكنت عندي تعليق بس على كلام سيادتك. انت يعني بخصوص الموضوع اعادة الاستخدام للمواد، كانت في دراسة اتعملت بخصوص استخدام غبار الأسمنت في 2008 أو 2009، واعتمدوها في 2012. وغبار الأسمنت اللي طالع من مصانع الأسمنت إنه يدخل في عمليات الكونستراكشن وتحارب في مصر. يعني أنا ليا تعليق، حضرتك قلت في وسط الكلام إن لجان الأكواد بتبقى يعني ما عندهاش المرونه، وده انا شايفه ان حضرتك معاك حق، ما عندهاش المرونه انها تتقبل انك تستخدم ماتيريال ريسايكلد او ماتيريال جديده. وكذا حاجه في مصر اثبتت الكلام ده من وقت دخول فكره الفري كاست حتى زمان في الستينات. فانا اتفق مع حضرتك جدا، فكره ان احنا نقلل تكاليف البنى باستخدام مواد بديله، يعني هو مشكلته في الصناعة، مشكلة الصناعة دي في مصر إن هي السوق ما بيتجاوبش معاها، والأكواد والقوانين ما بتسمحش بالبدائل. حتى ولو نجحت في الاختبارات المعملية، زي بدي حضرتك المثال بتاع غبار الأسمنت اللي طالع من مصانع الأسمنت ومع تكلفته الضئيلة، إلا إن فعلا بتواجه صعوبة جدا في إنها تلاقي يعني قبول في السوق المحلي. ولو لقت القبول وخدت الاعتمادات، فبتلاقي مشكلة في المواصفات اللي بتطرحها المؤسسات أو الصناعة نفسها في مصر. هي مش متقبلة أصلاً فكرة البديل، ولو حطيت البديل بيخاف منه. لازم تبقى أنت لازم يكون هو المتقبل فكرة ده عشان تشتغل بيه. بس ده كان تعليقي، وانا يعني سعيده جدا بالمحاضره ومشكره ربنا للاستوديو يخليك. والرأي. حضرتك قصدك على الباي باس، صح؟ الباي باس بتاع مصانع الاسمنت. يعني انا جربته، انا شخصيا جربته، ويعني ونطلع نتائج مش وحشه. وفعلا برضه هو نفس الموضوع، ان احنا بيتظل المواصفات والاكواد هي عائق اساسي في على فكره المشكله دي مش في مصر بس، يعني برضو عشان برضو من يعني من نتجناش قوي على الناس، او ان احنا يعني المشكله دي في العالم كله، والعالم كله بيشتكي منها. بس المشكله ان احنا اصلا اوريدي احنا في جاب ما بين المنفذ على ارض الواقع والمواصفات. فعلى ما نوصل بس للمواصفات الاول ونجيب المينيمم ليميتس، بعد كده ممكن ان احنا ايه نبدا ان احنا نوصل صوتنا. لكن احنا الفكره ان احنا هم عندهم خلاص جايبين المينيمم في كل حاجه، وبيوفروا على قد ما يقدروا، فعايزين كمان لسه كمان من المواصفات. زي في اسمنت بدا ياخد صيت جامد قوي اسمه ال سي 3، اللي هو لايم ستون كالسايند سيمنت، لحد النهارده بيلفوا العالم كله، عايزين اي حد اعتماد دولي، وبيصرفوا فلوس وبيصرفوا سيجنالات وبنارات والكلام ده كله عشان يقدروا يحصلوا على الموافقات العالميه. وهو بالاختبارات ما فيهوش اي مشكله، بس انا اعتقد هيتظل ال يعني المستندات الدوكيومنتس الحكوميه يعني اصعب شويه في التعامل. تمام يا باشمهندس، شكرا يا باشمهندس نانسي. شكرا يا باشمهندس، يعني سؤال حضرتك مهم يعني جدا. كنا بنقول لسه لو في ابحاث وكده، فباشمهندس انا هنسى الدنيا يعني في ابحاث ونجحت، بس طبعا احنا عرفنا المشكله فيه. لو حد حابب من الحاضرين يسال باشمهندس سامي، يعني الاسئله بتفيدنا كلنا، بتفتح افكار جديده، وبتخلي الناس كلها تبص الموضوع بنظره مختلفه. باشمهندس سامي، اهلا وسهلا. أهلا بيك. أنا يعني شفنا في مصر شركات لإعادة تدوير الأسفلت زي الشركة المصرية الذاتية لصيانة الطرق والمطارات، فهل في شركات إعادة تدوير خرسانة؟ على حد علمي في مصر لا، لسه في الإمارات. يعني معايا كونتاكت موجود في دبي، وهم فعلا شغالين في القصة دي، وفي فصل المواد وفي فصل وتقسيم الركام والكلام ده كله. بس في مصر على حد علمي
يا ريت يعني يكون في حد بدأ القصة دي، بس في مصر لسه لحد دلوقتي أعتقد إن الموضوع ده ما بدأش. تمام، أوكي، شكرا يا باشمهندس. العفو يا باشمهندس، شكرا. طيب لو في حد يا جماعة حابب يسأل باشمهندس سامي. شكلنا كده خلاص ما عادش فيه أسئلة يا باشمهندسة. ممكن نستنى بس يعني دقيقتين كده جايزي الناس ما شايف في حد بيحاول يفتح المايك ويتكلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا لو حد عايز يتواصل اتفضل، خلاص انا بس كان ليا تعليق بس بسيط بس خلاص اتفضل. لا اتفضل. طيب انا بس كان ليا تعليق عشان النقطه اللي كانت اثيرت بسبب موضوع الهولو بلوك والفلات سلاب. بصفتي يعني انا مقيم بالمملكه العربيه السعوديه، وده فعلا موجود في معظم مشاريع التطوير العقاري هنا استخدام الهولو بلوك. هو الاصل في الموضوع بس ان هو بيبقى موضوع وركباليتي والتشغيل، طريقه التشغيل بتاعه المباني هنا هي اللي مختلفه شويه عن مصر، لان هنا في الغالب بيبقى معظم الصرف موجود داخل البلاطات الخرسانيه، فبيحتاجوا سمكات كبيره، فده الاساس. لان وغير ان معظم الادوار ما فيش اللي هي الادوار المتكرره، لا المعماري بيختلف تماما في الادوار اللي فوق غير الدور اللي ده، فوارد ان يبقى جاي مثلا حمام او مطبخ فوق مع غرفه نوم، هيبقى الصرف طريقه الصرف لو جت تحت السقف هيبقى الموضوع صعب شويه وهيبقى فيه مشاكل كتير. فدي يعني دي الاسباب. لكن من وهنا برضو موضوع التغيير المعماري كتير في الادوار المختلفه، ده بينتج عنه تزريع اعمده وبينتج عنه حاجات كتير، فبينتج عنها ده بالعكس. انا في دراسه فعليه انا عملتها بنفسي ان الحديد في الهولو بلوك بيبقى اعلى كتير جدا في من الفلات سلاب. ده من واقع دراسه عمليه للمخططين موجودين في شغل الخاص يعني. شكرا. حضرتك تقصد ان الهولو بلوك تكلفنا كوست اعلى في الحديد التسليح؟ في الحالات اللي انا بقول لحضرتك عليها اللي هي موضوع تزريع اعمده، لان انت عارفه تزريع اعمده بينتج عنه يعني مواصفات خاصه ودروب بيم كتير في الهولو بلوك وحديد زياده، فالامور دي هي دي الاسباب اللي خلت الموضوع ده هنا اعلى في تنفيذه كهولو بلوك عن الفلات سلاب. تمام، تسلم يا باشمهندس محمد، شكرا على الإضافة. باشمهندس سامي لو حد حابب يسأله قبل ما نقفل علشان نبقى أتحنا الفرصة للجميع. هو في سؤال في الشات بيقول هل يمكن استعمال 6 سيجما في الموضوع الخاص بمحاضرة اليوم أو تقليل التكلفة؟ الـ 6 سيجما تحديدا يعني بعد تجارب كتير وبعد شغل كتير هي غير، او يعني الخرسانه هي اللي غير مؤهله ان هي تخش 6 سيجما. الخرسانه فيها ناتشرال، المشكله في الخرسانه هي الناتشرال فاريشنز الكبيره قوي زي ما احنا اتكلمنا، ان انت بتتعامل مع مواد طبيعيه ومع ظروف كتير قوي وكومبوزيشنز كتيره وظروف كتيره وحر وبرد ومطر، وممكن يكون ركام مبلول وممكن يكون مش مبلول، فالبارامترز كتير قوي اللي احنا بنتعرض ليها في صناعه الخرسانه. ف انا رايي ان هي مش محتاجه ان احنا نوصل لل 6 سيجما او ان احنا نوصل يعني للستاندرد ديفيجن القليل قوي كده، يكفي ان احنا نفضل قايسين الستاندرد ديفيجن، والخرسانه ليها ستاندرد ديفيجن خاص بيها وموجود في الاكواد. يعني ممكن برضو اشيره مع حضراتكم، لان ال 6 سيجما معموله لصناعات اكثر يعني دقه من الخرسانه. الخرسانه في النهايه لو طلعت شويه لو نزلت شويه مش هيجرى حاجه، لكن مثلا لما نتكلم في صناعه طياره مثلا لا قدر الله الغلطه يعني ما ينفعش تحصل. تمام باشمهندس سامي، شكرا على الاجابه. لو حد حابب يسأل قبل ما نقفل، إن شاء الله هنقفل على الساعة 7، هي قدامنا 10 دقايق.
مساء الخير. مساء النور. مساء الخير مهندس سامي. مساء الخير مهندس ابتهال. انا مهندس عماد الشاعر. اهلا بيكم. انا عماد الشاعر مدير مواصفات فوسلوك، احدى الشركات العامله في القطاع الكيميكال. انا بس تعقيبا على حته المواصفات واللجنه الخاصه بالاكواد، انا مر عليا سام كيسز حصل فيها تغيير حقيقي، وخليني اقول يعني في حصل زي كده ايه overcoming، او يعني الناس كسرت ما هو معهود عليه من مواصفات يعني تقليدية لغرض معين، يعني كان الغرض انه نوصل لحتة الليد عشان ناخد كريس بوينت، فنستخدم ريسايكل كونتنت او ريسايكل ماتيريال، فده يساعدنا ان احنا نكسب بروجكت الليد. القصة كلها انا بقول حاليا في عندنا ورقة ضغط قوية جدا اللي هي موضوع الكوست ريدكشن او الكوست اللي كل الناس بتعاني منه. وقتها هو اللي بتبقى شغلي بمر، انا عارف النهارده ان كل مشاكل الريال ستيت جنريت هي كوست ريدكشن. فبتكلم لما باجي لازم اخاطب اونر ان انا محتاج يعني او الاسف الاونر لما بياخد سبورت ان هو ياخد الحتة اللي هو عايزها ان احنا نعالج مشكلة الكوست اللي عنده. طب وده طبعا محتاج يعني ماركتنج كولاتريز، ومحتاج كيس ستاديز، ومحتاج اكزامبلز وان زي ما اتفضل من شويه زي التلفي كونفرنسنج تول استخدم ده اقناع وشركه اقناع الاونر ان هم يقدروا هم من ناحيتهم يدرايف موضوع الكوست تشينج او الكوست اوبتمايزيشن. فده انا شايف يعني بس حبيت اشير برايي انه او اعلق يعني على الفكره دي. محتاج الناس اللي بتتعامل مع الاونر بتتعامل مع الشركات الكبيره كده بتدرايف التشينج دوت انه الكلام دوت يوصل لها عن طريق الكيس ستادي والتولز اللي زي الاكسل اللي بتبين لنا ان احنا والله لو اشتغلنا عندنا خلطه رسميه بالسترينج دوت بالوتر كونتنت ديت او بالسمنت كونتنت دوت هتحقق لنا كذا وهتكلفنا لو عملنا كوست اوبتمايزيشن واستخدمنا بدائل اسمنت زي مثلا اللاين فايبر تمام، فده هيقلل لنا مثلا نوع اسمنت نستخدمه كذا، يعني ندي حلول يعني او يعني حسابات يتقدم في شكل اكسل شيت في النهايه يكون ده مقنع للاونرز بالذات والاستشاري اللي عنده استراتيجي درايفز للتشينج دوت. ده التعليق اللي حبيت اقوله يعني. هو انا شايفه فعلا ان احنا القطاع العقاري محتاج زي كونسلتنت تبقى مسؤوله عن الخرسانات. يبقى انا النهارده كمطور عقاري مش مسلم رقبتي كلها زي ما بيقولوا لشركه المقاولات او للاستشاري، لا انا كمطور عقاري لازم يبقى عندي اوت سورت او ثيرد بارت زي ما بنقول ان هو يبقى فيه كونسلتنت للخرسانه يديني الريكومنديشنز بتاعتي او اللي يديني حلول او يقول لي اكيد الكونسلتنت هيكلفه هيبقى اقل بكتير من ان انا اسيب نفسي لاستشاري او مقاول واسيب لهم المشروع، اكيد هحافظ على البروفيت بتاعي اقل حاجه اللي انا حافظ خصوصا في الوقت الحالي اللي احنا فيه. فاتمنى الفكر بتاع ان يبقى فيه كونسلتنت للخرسانه والمواد البناء يبقى موجود في الماركت الفتره الجايه ان شاء الله. حضرتك الكوست استيميتر معظم الريال استيت يعني انا برضو من خلال تعاملاتي بشوف ان هم انا بس كنت عايز حضرتك تعلي صوتك شويه باشمهندس عماد عشان الهوا بس عند حضرتك كده سامعني احسن؟ اوكي اتفضل كده. بقول لحضرتك برضو بنسبه كبيره الريال استيت ديفلوبرز بيكونوا جايبين كوست استيميترز يشتغلوا على موضوع الكوست. قصد حضرتك ان هو يكون في حد شغال بس في الخرسانه ولا ده اوريدي يكون دي انكلودد فانكشن جوه الفانكشنز اللي بيعملها اوريدي الكوست استيميتر كونسلتنت؟ هو المفروض الكوست استيميتر يستعين بناس متخصصه، لان خلينا نقول في الكوست استيميتر مش عنده برضو النولج كامله في موضوع الحاجات السبيسيفيك زي الخرسانه زي التشطيبات زي الام اي بي، فاحنا محتاجين ان هم فعلا الكوست استيميتر او الريال استيت او الديفلوبر اي حد ان هو يستعين بالناس دي لان بيبقى خبرتها اعلى، يعني كالكوست استيميتر او كناس شغاله في الكوست استيميتر ما بيبقاش عندها المعلومه كامله. اوكي فاهم حضرتك تمام. شكرا. ازيك يا باشمهندس عماد؟ عامل ايه؟ تمام يا فندم. اخبارك ايه؟
سلامي لرجالة فوزرو كلهم ولحضرتك. عينينا عينينا يا فندم، انا بدي بشكرك كده على المحاضره الجميله، وده كان بصراحه يعني مبهره، الف الف شكر والله. ربنا يخليك ربنا يخليك، فرصه سعيده جدا. ربنا يخليك. طبعا يعني تعليقا على النقطه اللي المهندس عماد قالها، هي نقطه مهمه جدا، وهي دي الكور الاساسي اللي احنا عايزين، ان احنا عايزين يعني في النهايه صوتنا يوصل لمين. بس انا اختلف مع حضراتكم في موضوع الكوست استيميت. انا بتقالي ان الموضوع عمره ما هيوصل للكوست استيميت لو هو مش متوصف من البدايه. فانا بالبدايه محتاج ان انا قبل ما اعمل استيميت، ان انا يعني نقطه حضرتك صح جدا يا باشمهندس، بتقالي ان انا استعين ببيت خبره قبل ما نخش في مرحله الكوست استيميت، ان هو بس ممكن ان هو بالاكسبيرينس بتاعته بالنولج بتاعته، ان هو ممكن يبص على المواصفه كده يعدي عليها، لان مواصفات الخرسانه زي ما بقول لحضرتك كلها شبه بعض، يعني للاسف يعني نحن نتمنى ان هي ما تبقاش شبه بعض. والله لا، دي الحته دي احنا ممكن نقدم ترايلات ونقدم ماتيريال اخرى، وفي النهارده مثلا حاجات بقت موجوده في السوق ما كانتش موجوده قبل كده. النهارده احنا الحمد لله ماشيين عاملين كولابريشن مع مصانع اسمنت وشركات اسمنت، بحيث ان احنا بنحاول نتارجت لجان الكود والقائمين على المواصفات في البلد، ان احنا نعتمد المواد الجديده، لان مفيش حاجه تمنع ده. فانا بتهيالي ان نقطه ان احنا من البدايه نحاول على قد ما نقدر نضغط على حته التوصيف، وحته ان احنا يعني نكسر حاجز المواصفات اللي فيها جمود شويه، بالظبط زي ما الباشمهندس صهيب بيقول، ونيد فاليو انجينيرنج فيرست، ان احنا نعمل فاليو انجينيرنج للبنود، مش بس في الخرسانه، في كل البنود. ممكن يكون عندي ناس اكثر خبره في موضوع التشطيبات، ممكن ان هو يترشح، لا احنا ممكن ان احنا نقدم ده بدل ده. الكلام ده كله لازم يتعمل، ولما يحصل ان في كوميونيكيشن ما بين الاطراف كلها، لان في النهايه المصلحه واحده، لما هيحصل كوست ريدكشن كل الاطراف هتستفيد في ظل الظروف الحاليه. فلما نعمل كده ممكن ان احنا بعد كده لما الموضوع بيتوافق عليه، ولازم يتوافق عليه بالتراضي، لان اعتقد الموضوع ما عادش فيه اوبشنز النهارده زي ما الباشمهندس عماد بيقول، دي بقت وسيله ضغط. هي مش بس وسيله ضغط، هي النهارده موضوع لا مجال ان احنا يفضل فيه جمود في المواصفات بالشكل القديم، ويفضل فيه محتويات ومتطلبات عاليه جدا، ونكتشف في الاخر ان هي مش يعني مش مستاهله ده كله، والموضوع ابسط من كده بكتير. تمام باشمهندس سامي، شكرا لحضرتك. شكرا باشمهندس عماد. لو حد حابب يسأل باشمهندس سامي. تمام، أظن خلاص مفيش أسئلة يا باشمهندس سامي. حابة أشكر كل الحضور على إن احنا يعني اتناقشنا مع بعض، وكانت فعلا محاضرة مثمرة. وشكرا باشمهندس سامي طبعا على المحاضرة، كانت غزيرة بالمعلومات، أنا استفدت منها كتير جدا، وإن شاء الله نجمع النقاط اللي حضرتك قلتها دي، وهتبقى من الـ recommendations اللي تتحط إن شاء الله في بيم إريبيا في الوقت الحالي. وشكرا لكل الحضور على حسن استماعهم وتعاونهم معنا، وشكرا لبيم اريبيا طبعا اللي دايما مجمعانا في المحاضرات القيمة كالعادة. ان شاء الله هيبقى في محاضرة كل يوم جمعة في حلول مبتكرة وفعالة، هنتكلم فيها عن ابتكار جديد او نولج جديده او وسيله جديده. هيبقى عندي فاليو انجينيرنج، هيبقى عندي بوست تنشن، هيبقى عندي انواع الانظمه الانشائيه. ان شاء الله يبقى احسن المحاضرين والناس اللي هم ذو خبره يكونوا موجودين معانا، وان شاء الله هيبقى معانا برضو ناس في البيزنس هتتكلم عن الموضوع وشغاله في ريال استيت، وهيبقى معانا ان شاء الله يعني مجموعه من العمالقه في القطاع العقاري مش بس الكونستراكشن. وان شاء الله هنفتح مجالات الفتره الجايه نقدر نوصل السبلايرز بشركات التطوير العقاري، والناس تدي افكار، فان شاء الله تبقوا معانا للفتره الجايه.
شكرا على حسن استماعكم. انا بتال احمد، مبسوط ان انا كنت معاكم النهارده، وشكرا باشمهندس سامي على حابب بس اضيف حاجه يا باشمهندسه بعد اذنك، انا يعني عايز برضو اشكر شكر خاص بيم اريبيا وفينيكس اكاديمي، لان احنا مفتقدين ثقافه النقاشات، خصوصا النقاشات يعني اللي على مستوى تكنيكال عالي في الوطن العربي. يعني انا فعلا مبسوط جدا ان احنا بنتكلم بالعربي وفي خبرات موجوده كتير جدا، واتاحه المنبر للناس اللي عندها خبره ان هي تتكلم وتشارك، والموضوع ما يكونش حجر على حد، العلم عمره ما كان حجر على حد. بس الفكره كلها ان احنا يعني فعلا لازم نهتم قوي ان الموضوع، وده رجاء شخصي من بيم قريبي، يفضل مجاني للناس، عشان ما يعني ما يبقاش فيه توجهات، يفضل الموضوع مجاني وبغرض نشر العلم وزكاة العلم، وهو ده هو ده الشيء الجميل بصراحة في المناقشة بتاعت النهاردة، وأتمنى إن الثقافة دي تفضل مستمرة على كده. وإن شاء الله يبقى في محاضرات مستمرة الفترة الجاية، وشكرا جدا لحسن استماعكم. ميرسي جدا، شكرا لحضرتك، تسلم، تعبناك معانا، ربنا يخليك، السلام عليكم. مرحبا.